خير. أخبار تتنى فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وسؤال حلقتنا النهاردة، لو تفتكر ايه هو أول مكان أثري زرته، كان ايه انطباعاتك عن المكان، وايه كمان الحاجات اللي من وجهة نظركم ممكن تزود السياحة. خلينا نبتدي مع شاذلي، فاكر أول مكان زرته ايه؟ طبعا واحنا صغيرين دايما كده في رحله ثابته الاهرامات. بس الجميل في الموضوع ان اول مكان اثري انت بتروحه واول رحله بتطلعها بالشكل ده مع المدرسه انت مستحيل تنسى تفاصيلها. يعني انا فاكر كل حاجه كانت في الرحله دي، كنت في اعداديه تقريبا حاجه كده، وفاكر كل تفاصيل الرحله دي. فاكر حتى المرشد وهو عمال يشرح لنا المكان وارتفاعه 146 متر ونص تقريبا، واتبنى في قد ايه، من 20 ل 23 سنه طبعاً تقريبا. عملت زي كل الاطفال وحاولت تتسلق الاهرامات. اتسلق لا وادخل لا، عشان عندي فوبيا يعني، لا ده ولا ده. انا اتفرجت من بعيد وخلاص، وخدت لي الصورتين وركبت الحصان ومشيت. بس عجبني الكلام، احنا لحد دلوقتي ما عرفناش حتى الاهرامات دي اتبنت ازاي. الحجاره طبعا عارفين ان هي جت من محاجر ترى، دي من الحاجات اللي هي الثابته والمعروفه، لكن اتبنت ازاي ده اللي مش معروف. شارك في بنائها قد ايه؟ يقدروا تقريبا بحوالي من 20 ل 30 الف شخص كانوا بيبنوا في هذه الاهرامات. فالمعلومات اللي احنا خدناها في أول زيارة لمكان أثري، وزي ما قلت لحضرتك إن هي كانت رحلة، الحاجات دي لا يمكن أنساها أبداً. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال يا هدير، اقتراحاتكم لتطوير الأماكن الأثرية، أنا دايماً بما إن الوضع اختلف دلوقتي وبقينا بنعتمد بشكل كبير جداً على السوشيال ميديا، فأنا بطلب من كل الناس الأكاونت بتاعهم واخد العلامة اللي هي الفيريفيكيشن، واخد العلامة الزرقاء دي، متوثق إن هم بيقدروا يوصلوا لأكبر عدد من الناس، خصوصا لو معاهم لغات كمان، ان هم ينزلوا الاماكن الاثريه الموجوده في مصر، ينزلوا ويطلعوا فيديو على الاقل مدته دقيقه دقيقتين بالكتير قوي، يشرحوا المكان وياخدوا كام صوره كده لطبيعه المكان وجمال المكان، ويبتدوا يروجوا للسياحه بره. طالما ده هو بيعرف يتكلم كويس صحيح، فهيقدر يسوق كويس. وده بيحصل كمان من خلال كتير من الافلام السينمائيه، سواء الافلام العالميه او الافلام المصريه اللي اتصورت في منطقه الاهرامات. يعني بيعمل طبعا يعني حالة اكيد من الرواج السياحي، لان كل الناس تكون عايزه تشوف المكان، لان المكان الحقيقه فيه شيء كبير من الابهار والعظمه اللي موجوده في المكان ده، اللي سحره بيأثر علينا جميعا. دي نفس رحلتك برضو؟ وزي ما انت بتقول هو دي تقريبا رحله الطفوله الاولى اعتقد، يعني حتى لو احنا هناخد ولادنا يزوروا مكان اعتقد هيكون الاهرامات، لانه يعني الأهرامات مكان فعلا ليه سحر خاص جدا. كل حتى زوارنا من خارج مصر، الناس بتكون جاية القاهرة وأول أهدافها أنها طبعاً تزور منطقة الأهرامات. فيعني أعتقد كمان أنه اللي بيحصل من تطوير في المناطق الأثرية شيء يحافظ على يعني الماضي والحاضر كمان، فده مهم جدا. ويمكن حتى سلوكيات كنا ممكن نشوفها في الأماكن دي، نوع من عدم النظام، نوع من شوية غلاء مثلا في أشياء دي مش أسعارها، أعتقد أن ده برضو تحكم بشكل كبير، وده مهم جدا. مسألة كمان السوشيال ميديا والترويج على السوشيال ميديا شيء مهم جدا جدا جدا، لأنه بينقل الصورة من على أرض الواقع، وده بيشجع ناس كتير أنها تيجي وتزور المكان وتزور مصر يعني بشكل كمان يعني أوسع، لأنه اللي بيجي ما بيبقاش الزيارة بقت مقتصرة على الأهرامات أو على القاهرة، لا بيروح أسوان وممكن يروح شرم الشيخ، الموضوع بيبقى مختلف. فإنه يكون عنده رحلة مترتبة
هتيجي منين؟ هتيجي طبعا ده شغل وزارة السياحة، لكن كمان مواقع التواصل الاجتماعي بتلعب دور جامد جدا في الموضوع ده. ده بكل تأكيد، وفعلا زي ما انت قلت يعني، وهو بالمناسبة عشان الناس بتبقى جاية عايزة تعمل رحلة مكان أثري ومكان ترفيهي وكده، فطبعا احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت الدولة هي بتعمل متاحف، متحف في الغردقة ومتحف في شرم الشيخ، وفي كل الأماكن السياحية بقى فيها متاحف، لأنه كان السائح دايما بيروح فبيضطر ان هو ياخد يوم كامل عشان يروح لمكان اثري مثلا وليكن في القاهره او في اي محافظه من المحافظات اللي فيها اماكن اثريه، فكان بياخد يوم فبيقتطع يوم فطبعا من رحلته الموجوده في مصر. فعملنا متحف موجود في شرم الشيخ، في متحف موجود في الغردقه، في الحقيقه خطه لتطوير كمان المتاحف في كل المحافظات، في السويس، في الاسماعيليه، المحافظات في كمان بالمناسبه متحف في مطار القاهره، يعني في فصلتين للعرض في مطار القاهرة، ودي حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد السائح كمان ان احنا ما نضيعش وقته. هتعمل ايه؟ خطتك تكون واضحة يعني الزمن، لانه يمكن في ناس تبقى عندها، وخصوصا يمكن احنا حتى في مشاهير عالميين بنكتشف انهم كانوا موجودين بعد ما خلاص بيسافر رحلته بتبقى قصيرة، ولكن مسألة انه يكون عنده خطة يعني مسبقة هيروح فين وهيعمل ايه، وده هياخد وقت قد ايه، طبعا بيساعد انه يزور اكتر من مكان، وهو ده اللي احنا عايزينه يعني، لانه احنا يمكن كمصريين جزء كبير من حضارتنا ومن تاريخنا يرجع للاثار اللي يعني موجوده في كل ربوع وطننا الغالي. فكمان مهم جدا ان احنا ولادنا من بدري يقروا عن تاريخنا وينزلوا ويشوفوا الاثار، وبيبقى عندهم نفس الحقيقه، ودي حاجه يمكن غريبه جدا، الانبهار وعظمه الاماكن دي ما بتطفيش. صحيح، انت حتى لو رحت زرت المكان مره واثنين وثلاثه بيبقى عندك نفس الحاله دي من الانبهار طول الوقت، وبتبقى سعيد وبتحاول تاخد نفس الصور اللي كنت بتاخدها قبل كده، وده بنشوفه ناس ترجع الذكريات بتاعتك بزياراتها المختلفه على مر السنين في الاماكن السياحيه. صحيح، وكمان عايز اقول لك متحف الحضاره كمان، يعني احنا بنشوف الفتره اللي فاتت من يوم افتتاح متحف الحضاره ولحد دلوقتي الناس كلها بياخدوا اولادهم ويروحوا عشان بالفعل يستمتعوا بالحاجات اللي بيشوفوها هناك، ولسه كمان في انتظار طبعا المتحف المصري الكبير لما يتم افتتاحه. فمن ناحيه وجود متاحف، فالمتاحف موجوده، احنا فعلا زي ما هدير كانت بتقول محتاجين احنا ناخد ولادنا ونروح هذه الاماكن، ونروح الاماكن الاثريه كمان لو قدرنا، نروح الاقصر واسوان، نروح معابد، نشوف ونعرف تاريخ مصر ونعرف عظمه الاجداد كانت عامله ازاي. اعتقد دي حاجه كويسه عشان تعرفهم تاريخهم وماضيهم كمان. صحيح، وهم كمان في السنه بيكونوا يعني عندهم مش حاله هينسوها. من الشغف ومش هينسوا المعلومات دي ويشوفوا بكل تاكيد، وزي ما احنا مش ناسين زياراتنا دي، ده برضه هيصنع جزء كتير من ذكرياتهم يعني. بكل تأكيد. فإحنا يعني بنسأل حضراتكم عن أول الأماكن الأثرية والسياحية اللي زرتوها، لو تفتكروها كانت إيه، وإيه الحاجات كمان اللي من وجهة نظركم ممكن تساعد على رواج السياحة في بلدنا. ده سؤال موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، منتظرين إجابات حضراتكم على مدار الحلقة، وربنا دايماً يصبحكم بالصحة والسعادة والرضا، وصباح الخير يا مصر. أول مكان أثري رحته، إيه ذكرياتك معاه، وكمان اقتراحاتك لتطوير وزيادة عدد سائحين، ده سؤالنا الموجود على منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا. دلوقتي هنروح لليندا صبح عليها، نتعرف منها على أسعار العملات والذهب، وكمان نشوف مقترحاتها ونتعرف كمان إيه أول مكان أثري زارته. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير هدير. صباح الخير عليك. زيكم كمان الأهرامات بالتأكيد، وكانت رحلة مدرسية كنا في الرحلة يعني بحكم بعض. طيب بالنسبه لاقتراحاتي، انا شايفه زي ما انتم قلتوا مواقع التواصل الاجتماعي، احنا عندنا دلوقتي مليارات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بالاضافه كمان يا شاذلي للفكره اللي انت قلتها، انا شايفه ان ممكن نروج من خلال، عارف، الفيديوهات الترويجيه السريعه اللي بتظهر جوه الفيديوهات، الاعلانات دي من اسرع واكثر الطرق فعاليه للوصول للناس في اي مكان في العالم. صحيح، تعالوا نشوف التفاصيل بقى. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 19.21، أما الشراء فسجل 19.14. اليورو البيع سجل 19.16، أما الشراء فسجل 19.08. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.73، والشراء سجل 22.63. الفرنك السويسري البيع سجل 19.92، والشراء سجل 19.84. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، والشراء سجل 2.79.
الريال السعودي، البيع سجل 5.11 والشراء سجل 5.09 جنيه. الدينار الكويتي، البيع سجل 62.49 والشراء سجل 62.15. واخيرا الدرهم الاماراتي، البيع سجل 5.23 والشراء سجل 5.21. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب، فعيار 18 سجل 926 جنيه للجرام، اما عيار 21 فسجل 1080 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1235 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سجل 8640 جنيه. دلوقتي مشاهدينا هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك. شكرا لك. نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه موقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. من بين هذه المشروعات مشروع مجمعات الأسواق، واللي هيتعمل فيه عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز. وجه سيادته بالتعرف على متطلبات المواطنين من سكان هذه المناطق فيما يتعلق بتفاصيل اللوجستية والخدمية لهذه المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات اللي بتعملها الدولة داخل الأحياء السكنية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه سيادته بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة، كذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها مع مراعاة تناغم واتساق أي إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية. كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم. وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقية عند طريق حسين كامل، حيث وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادا لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق. وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤول المحافظة والأحياء. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر. كمان امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت، واللي منها مشاركه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في قمه تيكات 8 واللي عقدت في تونس، والقائه كمان كلمه نيابه عن السيد الرئيس، وكمان الزياره اللي قام بها الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لعدد من مصابي العمليات الحربيه بالمجمع الطبي للقوات المسلحه بكوبري القبه والمعادي، وختام فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بقاده محمد نجيب العسكري. في
مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد ونجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة نيابة عن الرئيس في قمة تيكاد 8، وقال الدكتور مدبولي إن القمة بتنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة اللي أثرت بشكل كبير على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الإفريقية. وأشار خلال كلمته لعدد من المحاور اللي بتستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر الفيديو كونفرنس، وده على هامش اجتماعات قمة تيكاد 8. وقال دكتور مدبولي إن مصر بتتطلع لقيام الجانب الياباني بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي بتمثل مركز لوجستي مهم ممكن إنه يكون بوابة للمنتجات اليابانية لإفريقيا. امبارح برضو الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قام بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة واللي أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء وبيخضعوا للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن عن ختام فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، ده غير مشاركة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فعاليات التدريب ده استمرت عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن عن قيام القوات البحرية المصرية بتنفيذ تدريب عابر مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والأسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية واللي استمرت لعدة أيام. التدريبات دي بتأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة اللي بتتمتع بخبرات كبيرة في المجالات دي بما يساهم في دعم الأمن البحري والاستقرار. يمكن أزمة كورونا يعني وضحت إنه لابد من تعاون يمكن أكبر ما بين الدول الأفريقية واليابان، ويمكن من أهداف هذه القمة ومن الملفات والأولويات لها هي مسألة التنمية في الدول الأفريقية، ومسألة أنه يكون في حد من التفاوت الاقتصادي، تحقيق النمو المستدام، وحتى الحديث عن مجتمعات مستقرة قوامها الأمن الإنساني والسلم والاستقرار. كل تأكيد يا قمة، قمة تيكاد 8 هي قمة غاية في الأهمية، أطلقتها اليابان في 1993 بالضبط، وهي تعقد كل 3 سنوات. حصلت طبعا حق لاستضافتها زي ما شفنا وتابعنا تونس، حصلت على حق استضافتها في فبراير اللي فات. قمة الهدف منها هو دعم القارة الإفريقية، حتى إن عنوانها الشراكة والملكية، ملكية القارة الإفريقية لقرارها لتحقيق التنمية المستدامة. طبعا بكل تأكيد اليابان تعلم جيدا الإمكانيات والثروات الهائلة اللي موجودة في أفريقيا، وهي شريك قوي. وزي ما شفنا وتابعنا طبعا الدكتور مصطفى مدبولي وهو يلقي الكلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث طبعا عن ضرورة دعم القارة الإفريقية. رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعهد بإيصال مساعدات للقارة الأفريقية من خلال هذه الدورة بإجمالي حوالي 30 مليار دولار. الدورة السابعة اللي كانت موجودة في كينيا لهذه القمة كانت قد تعهدت طوكيو بإيصال مساعدات للقارة الأفريقية بحوالي 20 مليار ين ياباني. طبعا ده زي ما قلت لحضراتكم إيمانا من اليابان بأن القارة الأفريقية غنية بالثروات المختلفة. نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات واللي معنا فيها مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح في بعض المحافظات. ومن هذه الأخبار هو صرف تعويضات ل 51 من أهالينا في الشيخ زويد وعلاج وفحص 6192 مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا، وأيضا إطلاق مبادرة
غيرها للأخضر للتوعية بالمحافظة على البيئة في دمياط، وأخبار تانية هنعرفها مع حضرتكم من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتير امبارح، البداية من سوهاج اللي تم فيها تنظيم معرض بعنوان كنوز سوهاج المنسية، واللي بيستهدف تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة بأديرة سوهاج الأثرية. المعرض نظمه متحف سوهاج القومي بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج وأديرة سوهاج الأثرية. في المنوفية تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بقرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وتم توزيع أكثر من 3000 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً. في الغربية افتتح المحافظ الدكتور طارق رحمي والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها كنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برمة، وسلم الأنبا بولا درع الكنيسة لمحافظ الغربية ونائبه، وكمان تم تكريم الأساقفة وفريق العمل القائم على أعمال التطوير. فأسيوط عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة اجتماع لمناقشة أعمال توسعات وإنشاء 6 محطات مرشحة، ده غير إحلال وتجديد 7 محطات كبرى على مستوى مراكز أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر يوليو اللي فات. القوافل دي قدرت أنها توقع الكشف الطبي على 6192 حالة في التخصصات المختلفة. في الغربية تابع المحافظ الدكتور طارق رحمي قيام الوحدات المحلية بزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الطرق العامة والميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة. وقال المحافظ إنه حتى الآن تم زراعة حوالي 1238 شجرة مثمرة وشجرة زينة على مستوى المراكز والمدن والأحياء. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد أسماء دفعة جديدة من الأهالي اللي تقرر صرف تعويضات ليهم. القائمة فيها أسماء 51 مواطن مستحق للتعويضات عن بعض المباني المتضررة بمركز ومدينة الشيخ زويد. في دمياط أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة راس البر مبادرة غيرها للأخضر، وده بمشاركة فريق الكشافة والأطفال من ذوي الهمم بمكتبة مصر العامة. المبادرة جاءت تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة. سريعاً هنروح للندا نتعرف منها على ملخص سريع كمان لأحوال الطقس. تفضلي لندا. الحقيقة يا شاذلي في استقرار نوعاً ما في درجات الحرارة، والأجواء تعتبر ألطف شوية من الأسابيع اللي فاتت. كان واضح من امبارح بالليل شوية أن الجو هيبقى يعني النهاردة ألطف من الأيام اللي فاتت. بالظبط. خلونا نستعرض مع حضراتكم مشاهدينا جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولسه مستمرة معانا ارتفاع معدلات الرطوبة، ده غير أنه في نشاط لرياح أحياناً على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. امبارح كان في حفلات مهمة في مهرجان محكة القلعة، منها حفلة المطربة حنان ماضي اللي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها شد الضفاير وليلة عشق وعد الهوى، وكمان نسمة محجوبة اللي قدمت حفلة قوية جدا امبارح وتفاعل مع الجمهور بشكل كبير، وكمان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وغنت يا محروسة والحب المستحيل ودوام الحال ومجموعة كبيرة من أشهر أغانيها. خلينا نشوف مع حضراتكم يعني الحفلات امبارح من خلال هذا التقرير. مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لازال بيواصل تصدره للأحداث الفنية والثقافية، وقدر يحقق ترند رقم 1 في مصر في أغلب حفلاته، وده لأنه قدر يثبت مكانته بتنوعه الفني وتحقيقه للعدالة الثقافية اللي وصلته النهاردة للدورة 30 بحضور عدد كبير من جمهوره في صورة جميلة بتجمع بين الحضارة والتاريخ والثقافة والفن. لو أي حد من حضراتكم بيدور على سهرة فنية جميلة أيا كان ذوقه ولونه في الموسيقى والغنى يبقى أهلا بيكم في مهرجان محكى القلعة.
المهرجان من أول ما اتولدت فكرته عام 1990 وهو بيضم مجموعة متنوعة ومختلفة من الفنانين والفرق الموسيقية المصرية والعربية. عشان كده أيا كان ذوقك في الفن هتلاقيه موجود هنا، لأن كل ليلة هتلاقي لون مختلف. والجمهور في الليلة دي كان على موعد مع أشهر أغاني النجمتين نسمة محجوب وحنان ماضي، في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة اللي رسمها المهرجان على وجوه الجماهير. بالنسبة لي هو الدنيا واللي فيها، وبحس بي حتى لو في بينا مسافات. مهرجان القلعة أنا زي ما قلت صراحة وأنا على المسرح أنا بستناه تقريبا يعني من السنة للسنة، من أحلى الجمهور، من أكتر الحفلات اللي أنا بحبها. تفاعل الجمهور ناس حقيقية جدا، جايين علشان خاطر الفنان فعلا، ومستنيين أغانيه وحافظين أغانيه وبيسقفوا معاه وبيغنوا معاه، فبجد بيبقى شعور جميل قوي 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 بالنسبة لي أنا والفرقة على المسرح، إن إحنا باسطين الجمهور والجمهور مبسوط معانا. فبجد بنستناه من السنة للسنة لأنها من أحلى حفلات السنة فعلا، من أحلى جمهور، لأنه مش الجمهور اللي بيقدر يروح حفلات طول السنة، هو الجمهور مستني الحفلة، فهو مستني إن هو يجي يتبسط ومستني إن هو يغير جو ويحتفل بالليلة بتاعته وتبقى سهرة سعيدة ليه، ولذلك هو جاي بروح إيجابية أصلا، فالحفلة كلها بتبقى روحها جميلة وروحها إيجابية على المسرح وتحت المسرح. البحر مبسوطة لأن في جمهور مختلف موجود هنا، ما بيقدرش يجي الأوبرا فبيقدر يجي هنا هوت بالتذكرة الرمزية اللي عاملينها، لأن وزارة الثقافة والأوبرا معنية بأنها غير هادفة للربح، فلما يحصل ان التذكره تبقى عاليه قوي قوي بالمنظر ده والناس البسيطه دي ما تقدرش تيجي، فده ما ينفعش، لازم كل الناس تسمع المزيكا اللي بتسمعها في الاوبرا، لازم، لان ده بينمي حاجات كتير قوي قوي، واللي عنده موهبه ممكن تلاقيه بقى احسن مننا وكده، يعني لازم لازم. من الاوبرا ووزاره الثقافه لما بيتعاونوا مع بعض بيعملوا شغل جامد جدا للناس البسيطه دي، فلازم. السر بقى في ان المهرجان حقق ترند في اغلب الحفلات، فهو الحضور القوي للجمهور من مختلف الفئات العمريه والاجتماعيه، ولان حضور المهرجان سهل وبسيط، بمجرد ما هتوصل قلعه صلاح الدين الايوبي التاريخيه هتقدر تشتري تذكره بسعر رمز جدا 20 جنيه، ده غير بقى التنظيم اللي هيسهل لك عمليه الدخول من اول الاتوبيسات اللي هتدخلك للمسرح، وصولا بقى بالقعده والاستمتاع باجواء المهرجان. لا انا اول مره اجي القلعه واشوفها، بس هي جميله والجو حلو وانا مستنيه نسمه محبوب. احنا النهارده جايين كجروب كامل من فريق نادي، وكل الفريق جاي مبسوط وسعيد اللي هو جاي يحضر الحفله النهارده. صراحه هو جميل جدا، وانا انبسطت بالتنظيم يعني وتنظيم الحفلات يعني وكده. المهرجان كويس جدا والدعايه بتاعته كويسه جدا السنه دي عن كل سنه، وتذكره سعرها يعتبر مش سعر 20 جنيه، دي حاجه جميله جدا يعني، حاجه حلوه قوي. وبعدين سعر التذكره يعني مش حاجه بصراحه، 20 جنيه دي يعني فئة صغيرة مش حاجة يعني. مهرجان منظم وحلو جدا، والمغنيين كمان حلوين جدا ما شاء الله، حلوين قوي، والنظام حلو وكل الناس شايفة الصراحة. يعني المهرجان بنسمع فن حقيقي بجد، والناس كلها زي ما حضرتك شايف كده الأعداد كامل العدد. احنا جايين من اسكندرية عشان نسمع الأغاني بتاعت المطربين. بصراحة كنت نفسي في حاجة واحدة كانت عندنا في اسكندرية. أنا جاي دلوقتي عشان أتفرج على نسمة محمود، والمكان عجبني وانا اول مره اجي المهرجان. اكتر حاجه عجبتني فيه ان نسمة محجوب جت، في يعني مدربين متعدده وكتير جدا وصوتهم بصراحه حلو. المهرجان حلو والدنيا جميله وكان احلى يوم. اجواء فنيه وثقافيه بيقدمها مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء من خلال 42 حفل متنوع، واللي اصبح احد اهم التظاهرات الفنيه الراسخه اللي بتنظمها وزاره الثقافه بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار. حفل ختام هيكون يوم 31/8 مع الموسيقار العظيم عمر خيرت،
روحوا واستمتعوا بالحفلات، مسألة أنه الحفلات تكون كل الناس تقدر تحضرها في مكان أثري وعظيم زي القلعة، الموضوع مختلف، كل الناس اللي بتروح بتتبسط جدا، وزي ما حضراتكم شايفين الناس من خلال التقرير يعني احساسها بالحفلات وبالاجواء الصيفيه كمان واحنا في اجازه الصيف، فمهم قوي ان الناس اللي ما راحتش تروح اليومين اللي باقيين وتسعد بالحفلات والموسيقى. الموضوع سهل، التذكره ب 20 جنيه وبيكون في باصات تنقل الناس لجوه القلعه، الحضور بيكون في حدود الساعه 5 عشان الحفله بتبتدي على الساعه 8 تقريبا. ده غير كده كمان يا هدير حنان ماضي بتاريخها، طبعا احنا دايما بنكون مرتبطين بالفنان اللي ظهر واحنا لسه صغيرين وبيختفي الفتره كده، فبنصدق ظهوره مره تانية. وشفنا تفاعل الناس كمان في الحفله كان عامل ازاي، شفنا كمان الناس اللي جايه من محافظات، شفنا الشاب اللي كان بيقول ان هو جاي من محافظه اسكندريه وكان نفسنا يكون عندنا مهرجان في اسكندريه، هو بالفعل كان عندهم لسه من كام يوم يا هدير، من حوالي 15 يوم بالظبط، مهرجان المسرح الروماني في كوم الدكه، حوالي 15 يوم بالظبط كان عندهم المهرجان. لكن بكل تاكيد محكى القلعه الناس بتستناه من السنه للسنه، التذكرة رخيصة، احنا بنتكلم دلوقتي في الدورة الثلاثين، الدورة الثلاثين تعتبر أكبر دورة عليها إقبال بهذا الشكل، المكان زي ما حضراتكم بتشوفوا الصورة، الناس مالية المكان بالفعل، وكمان كأيام وكعدد حفلات دي أكتر عدد حفلات في هذه الدورة نتيجة للإقبال اللي كان بيحصل خلال الدورات اللي فاتت، فعشان كده الإقبال زاد خلال هذه الدورة. مهم قوي مسألة العدالة الثقافية والفنية وإنه ده يكون موجود في كل المحافظات مش بس اسكندرية، كان كمان في فئنا، ويعني كان في تفاعل كبير جدا من الناس على مهرجان دندرة، والناس كانت بتسعد بده، الفنان مدحت صالح كان هناك، ويمكن صحيح يعني عدد كبير جدا وما ننساش صور الناس وهي في بيوتها يعني كانت بتسعد بالحفلات، فشيء مهم جدا ان يكون في نوع من تحقيق العداله الثقافيه. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف تعليقات الناس على سؤال حلقتنا النهارده، واول مكان اثري زرتوه كان ايه هو، وايه كمان يعني اقتراحاتكم لتنميه الحركه السياحيه في مصر. في من ضمن التعليقات علاء هارون بيقول صباح الخير عليكم، كنت في الأقصر، دي كانت أول رحلة رحتها وكانت رحلة تابعة للمدرسة، رحلة جميلة جدا في المعابد هناك، دلوقتي أنا شغال في الغردقة والجو جميل والبحر روعة، استمتع يا أستاذ علاء يا بختك، ما هو بيدعونا على فكرة لزيارة الغردقة. طيب إسلام بيقول الأقصر وأسوان نعمل دعاية في كل بلد، وياريت نختار أفراد مشهورين في الخارج مصريين لتنشيط السياحة زي لاعبي الكورة في كل بلد، ونعمل إعلانات في الملاعب، وكمان نحاول نعمل إعلانات تلفزيونية في كل بلد. سماح بتقول الأقصر وأسوان وأتمنى أروحهم تاني، وياريت المدارس والجامعات تشجع على النوع ده من الرحلات عشان نعرف الطلبة قيمة وأهمية هذه الأماكن. زي ما كنا بنقول إنه زيارة الأهرامات زيارة يعني تاريخية عندنا كلنا في طفولتنا، كمان رحلة الأقصر وأسوان بتكون رحلة ما تتنسيش أبدا لما بنطلع. بنجوا شوية دايما تكون مكافأة عشان حاجة، يعني عملت حاجة فهتطلع الأقصر وأسوان. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد ده في كل مكان، نروح لسؤال حلقتنا، وايه هو المكان الاثري اللي زرته او المكان الاثري زرته لو تفتكروا، وايه كمان اقتراحاتكم لتنشيط حركه السياحه. خلينا ناخد تعليقات الناس. يحيى بيقول صباح الخير، انا يحيى من اسكندريه واحسن بلد رحتها الاقصر بلد السواح. في طه الجمال بيقول قلعه قايتباي باسكندريه، كانت رحله مدرسيه جميله جدا ومش هنساها نهائي كل حاجه شفتها فيها، لان دي كانت اول مره اخرج اتفسح. طيب حسين بيقول صباح الخير عليكم، يقول انا ما روحتش اي مكان اثري علشان امكانياتنا ضعيفه، ومع ذلك فانا بسمع وبرشح عن الاقصر واسوان واهرامات الجيزه. في اماكن كتيره يا استاذ حسين مفتوحه بالمناسبه ومش محتاجه يعني تذكره رخيصه جدا يعني للدخول، لو حضرتك حابب او وقتك يسمح كمان. هي طبعا كنت لسه اقول لك، ممكن ما تكونش مساله الدخول على قد ما هو منشغل جدا بمساله انه يعني شغله ودخله وكده فما عندوش وقت. ممكن. طيب اخر تعليق معانا بيقول سلمى بتقول اول مكان رحته كان الاهرامات، وكانت رحله مدرسيه وكانت احلى رحله رحتها في حياتي تحت اشراف مدير المدرسه الأستاذ علي شطا ربنا يرحمه. الأهرامات حاليا محتاجة، ده مقترحاتها بقى، التشديد على البياعين الموجودين هناك وعمل حفلات بشكل مستمر خلال الفترة الحالية.
طبعا هو لما بيتم تنظيم حدث ما في الاهرامات الحدث بيكتسب يعني روعه وابهار يعني يفوق حتى الحدث. يمكن دايما بتكون الاهرامات هي البطل بكل في القصه تأكيد. وبنقعد شويه على يعني ما نبص على الحدث نفسه اللي بيحصل سواء كان حدث له علاقه بحاجه مصريه او حاجه عالميه، فروعه المكان بتطغى على اي شيء بكل الحقيقة. تاكيد. طيب دي كانت مجموعه من التعليقات والاجابات، في انتظار طبعا مزيد من تعليقات حضراتكم، لكن دلوقتي هنروح للاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. النهارده الجهاز المركزي للتنظيم والاداره هيعقد الاختبار الالكتروني للمتقدمين لشغل 15,000 وظيفه معلم مساعد بمرحله رياض الاطفال. كمان النهارده وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه هيفتتح دورة اللغة العربية للأئمة بمركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة. ده غير أن النهاردة في 3 مباريات مهمة في الجولة الأربعة بالدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15,187 وظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال، وده هيكون بمركز تقييم القدرات والمسابقات. جهاز التنظيم والإدارة قال إنه هيعمل المسابقة لكل محافظة على حدة، وهيرسل النتيجة مباشرة لوزارة التربية والتعليم. كمان النهارده وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه هيفتتح دوره اللغه العربيه للائمه بمركز المؤتمرات في المدينه الجامعيه بجامعه القاهره. الدوره هتستمر لمده 5 أيام وهيشارك فيها 50 إمام، وده في اطار اهتمام وزاره الاوقاف برفع كفاءه جميع العاملين والتوسع في برامج التدريب للائمه. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 4 من عمر المسابقة. هيلتقي ويلفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي أستون فيلا مع ويست هام، والساعة 5 هيلتقي توتنهام مع نوتنغهام فورست. دلوقتي نروح مع حضراتكم لليندا تقول لنا أخبار الطقس إيه النهاردة بالتفصيل. تفضل يا ليندا. شكرا هدير، اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحراره، رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وحر على باقي الانحاء. النهارده لسه مستمره معانا ارتفاع معدلات الرطوبه، ده غير انه في نشاط للرياح احيانا على بعض المناطق. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس مع دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. يعني بقالنا كام يوم البلاد بتشهد استقرار نوعا ما في الأحوال الجوية، الاستقرار ده مستمر معنا لحد إمتى؟ وإحنا بالفعل بنشهد أجواء صيفية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، واقع يكمل معنا على مدار هذا لان احنا متوسط درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه او اعلى من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين، لانه متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، لكن في استمرار طبعا في ارتفاع نسب الرطوبه اللي دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بحوالي من 2 لـ3 درجات. كمان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جو الطبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبدوره بيحجب طبعا جزء من اشعه الشمس، فبيحد من تاثير اشعه الشمس. عشان كده احنا فترات النهار بالفعل بنحس بالاجواء الحاره الرطبه على اغلب المناطق الشماليه، لكن المناطق الجنوبيه الموجوده في الشمال وجنوب الصعيد بتشهد ارتفاعات في درجات الحراره واجواء شديده الحراره رطبه خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ده بيكون عظمة الرطوبة واللي بتتجاوز فيها الرطوبة 90 و95% على السواحل الشمالية، بتتجاوز 80 و85% على القاهرة الكبرى. فخلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بنحس بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة على أغلب مناطق الجمهورية، لكن فترات المساء مع ساعات المغرب تحديدا والساعات الاولى من الليل بيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده بيساعد بشكل كبير جدا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، فبالتالي بحس بانخفاض درجات الحراره فترات المساء. الاجواء دي زي ما قلنا مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، متوسط درجات الحراره ما بين 34 و35 درجه مئويه، المحسوسه ممكن توصل ل 36 37 درجه مئويه على القاهره. طب يا دكتور امتى هنحس ان
نسب الرطوبة تبتدي تنخفض شوية أو تدريجياً؟ هو طبعاً مع اقتراب فصل الخريف، فصل الخريف متوقع يبتدي 21 سبتمبر، مع اقتراب فصل الخريف الأسبوع الثاني أو الثالث في شهر 9 تبدأ تدريجياً نسب الرطوبة تنخفض، تبدأ كمان درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض، لأن دايماً فصل الخريف معروف بالاعتدال في الأجواء، اعتدال في درجات الحرارة وكمان نسب الرطوبة. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره، بتسجل العظمى في القاهره 34 والصغرى بتسجل 25، الاسكندريه العظمى 31 والصغرى 25، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى بتسجل 23، سيوة العظمى 37 والصغرى بتسجل 23، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25، دمياط العظمى 30 والصغرى بتسجل 25، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 24، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 25. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى بتسجل 24، طابة العظمى 39 والصغرى 26، سانت كاترين العظمى 36 والصغرى بتسجل 20، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، الغردقة العظمى 38 والصغرى 28، الفيوم العظمى 36 والصغرى بتسجل 26، بني سويف العظمى 38 والصغرى بتسجل 26، المنيا العظمى 38 والصغرى بتسجل 26. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 39 والصغرى 26، سوهاج العظمى 41 والصغرى بتسجل 26، قنا العظمى 43 والصغرى بتسجل 27، الأقصر العظمى 44 والصغرى 28، أسوان كمان العظمى فيها 44 والصغرى بتسجل 29، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى بتسجل 26، شلاتين العظمى 39 والصغرى بتسجل 28، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ريت. نروح مع حضراتكم شرم الشيخ اللي هتستضيف الدورة السادسة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، واللي هيعقد يوم 28 و29 سبتمبر اللي جاي. المؤتمر ده بيعتبر أول ملتقى عربي في منطقة الشرق الأوسط لتبادل التجارب والمعلومات والخبرات بين المهتمين بمجال الحماية الاجتماعية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون أستاذ محمد سعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. إزاي استعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لهذا المؤتمر؟ طبعا هو في البداية اسمح لي أوضح بس أن طبعا موضوع التأمينات الاجتماعية ده موضوع مهم، وموضوع يعتبر نوع من أنواع الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي بالنسبة للمواطنين بصفة عامة. فضول دون مصر من الدول الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي، لأن نظامها من أفضل الأنظمة اللي موجودة، فكان يجب عليها إن هي تبقى في ضوء تجربة الإصلاح اللي قامت بيها في سنة 2019 إن هي تشارك الأخوة العرب في تجربة الإصلاح اللي قامت بيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 2019، لأن أغلب أنظمة العربية مستقاة من النظام المصري. فطبعا اهم شيء بالنسبه للعالم العربي ان يتعرف على التجربه المصريه، ومصر تتعرف على التجارب اللي موجوده من الدول العربيه او الموجوده في الدول العربيه في شتى المجالات. فعشان كده المؤتمر ده بيهدف لتبادل الخبرات، وهيناقش في المؤتمر طبعا هو بيشارك فيه يعني زي ما بيقولوا نخبه من العاملين في مجال التأمين الاجتماعي ومنظمات دولية، سواء البنك الدولي أو منظمة التعاون الاقتصادي وبنك التنمية الإسلامي وصناديق المعاشات بالعالم العربي والدول الأجنبية. والمؤتمر بيقام تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين. المؤتمر من أهم الموضوعات اللي بنعيشها التحديات والاختلافات الممكنة للاستدامة المالية للمعاشات التقاعدية في العالم العربي. طبعا حضرتك طيب أستاذ محمد، يمكن الدولة المصرية تقريبا بتصرف 300 مليار سنويا تأمينات، من خلال هذه المؤتمرات وغيرها من الإجراءات كيف يعني نضمن استدامة هذا؟ طبعا هو العامل الاساسي في عمليه الاستدامه اللي هو
زي ما بيقولوا استثمار اموال التامين الاجتماعي. كل ما كانت في مجالات للاستثمار كل ما كانت في استدامه للنظام. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دايما يبقى في دراسات اكتواريه عشان نعرف الفروض الاكتواريه ومتوسط الاعمار والتركيبه السكنيه شكلها ايه ومتوسط يعني زي ما بيقولوا نسبه الاناث للذكور قد ايه ونسبه التغطيه التامينيه تكون قد ايه. عشان كده من ضمن الموضوعات اللي بيبقى طرحها المؤتمر موضوع الاستثمار وبالذات في ظل بعد ازمه كورونا وبعد كمان الحرب او في ظل الحرب الاوكرانيه او الحرب العالميه اللي موجوده في اوروبا او الحرب الاوروبيه. انا بعتبرها نوع من انواع الحرب العالميه لحضرتك. فده ضمن الحاجات اللي المؤتمر بنعيشها طبعا الفروض الاكتواريه وبرضه موضوع الاستثمار ده دور مهم جدا وبرضه الجائحه بتاعت كورونا واثارها وان العالم قفل وكانت في عمليه تباعد وكانت الناس بتيجي تطلب الخدمه فدور الرقمنه واهميتها ومنصات التكنولوجيا والمعلومات واهميتها في عمل انظمه التامين الاجتماعي. وطبعا حضرتك في حاجه اسمها موضوع من ضمن الموضوعات المطروحه المهمه جدا حاجه اسمها التغطيه التامينيه. التغطيه التامينيه دي اللي بتعني الشمول التاميني اللي هو بيساعد على انخراط او تغطيه فئات ان الانظمه ما بتبقاش عارفه بمعنى صح توصل لها. بنشوف التجارب بتاعت كل دوله من الدول دي بحيث ان احنا نوصل للاسلوب الامثل للتغطيه التامينيه للفئات دي مثلا. طيب حضرتك قلت انه التجربه المصريه هتكون مطروحه خلال هذا المؤتمر، لو حضرتك تطلعنا على اهم المحاور اللي هيتم طرحها في هذه التجربه. هو طبعا حضرتك احنا كان عندنا التجربه المصريه كان عندنا موضوع التشابك المالي ما بين الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي ووزاره الماليه. فمن اهم المحاور اللي قايم عليها الاصلاح التاميني في مصر موضوع فض التشابك اللي هو اغلب الانظمه تبقى في تشابك ما بينها وما بين الوزارات الماليه الموجوده في بلادها او ما بينها وما بين الدوله بتاعتها. فالتجربه المصريه تعتبر تجربه فريده في عمليه فض التشابك. قبل حضرتك الحاجه الثانيه برضو ان احنا نظام التامين الاجتماعي انتهج نهج جديد في موضوع التامين على العماله غير المنتظمه بان جعل الدوله او النظام يتحمل حصه صاحب العمل زي ما حضرتكم عارفين ان كل واحد مؤمن عليه بيبقى في حصتين، حصه هو بيدفعها وحصه بيدفعها. صحيح يا استاذ محمد، وهي تجربه زي ما حضرتك قلت التجربه المصريه تجربه مهمه ويجب انها تكون مطروحه في هذا المؤتمر. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سعودي نائب رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. دلوقتي طيب. مشاهدينا نروح لموجز لاهم الاخبار مع ليندا. شكرا شاذلي. الثامنه بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط يحقق حماية المنطقة والاستفادة من مياه السيول وتخزينها. كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور، حيث وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول الطريق. أكدت مصر أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 ينعقد في ظل الظروف الاستثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة،
وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، مؤكدا وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الإفريقية. وأوضح مدبولي أن قضية تغير المناخ تعد من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا، مشيرا إلى سعي مصر من خلال رئاستها لمؤتمر COP27 لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية وزيادة التمويل الدولي المتاح للدول الإفريقية. دعت مصر جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنا للدماء. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد. وأعربت وزارة الخارجية عن حرص مصر على تواصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا. التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح في مدينة القبة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة. وصرح المتحدث باسم مجلس النواب أن اللقاء بحث تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وخاصة على مستوى المسار الدستوري وسبل الوصول إلى تحقيق توافق ليبي ينهي المرحلة الراهنة ويحقق الاستقرار. أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 23 حالة وفاة و 140 إصابة. وأضافت الوزارة في بيان أن 83 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وكانت وزارة الصحة الليبية قد دعت إلى حماية كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف من خطر الاشتباكات المسلحة، خوفا من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في العاصمة طرابلس. وعدت الحكومة الفرنسية بمواصلة ضبط أسعار الطاقة، وقالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن إنه يمكن للفرنسيين أن يطمئنوا، مشددا على أن حكومتها ستخفف الزيادات، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد في أسواق الجملة. ومنذ الخريف فرضت الحكومة تجميدا لأسعار الغاز وسقفا لزيادة أسعار الكهرباء يتمثل في 4%. وأكدت بورن أنه بمجرد انتهاء مهلة سقف التعريفات الجمركية في نهاية العام الجاري ستحتفظ فرنسا بأدوات لتخفيف أسعار الطاقة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لدعم الفئات الأكثر هشاشة. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. امبارح انطلقت فعاليات الجلسه الافتتاحيه للقمه الثامنه لمؤتمر طوكيو الدولي للتنميه الافريقيه تيكا 8، واللي شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وده نيابه عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. القمه شارك فيها ايضا 66 وفد من دول افريقيه واليابان ومنظمات اقليميه ودولية. خلونا نتكلم بالتفصيل أكتر عن هذه القمة والمردود الاقتصادي عن هذه القمة مع دكتور وليد جبالله الخبير الاقتصادي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ هدير. صباح الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا. القمة دي بتعقد، يعني القمة الأولى بعد جائحة كورونا، ويمكن ببساطة عايزين نفهم الناس إيه المردود الاقتصادي من قمة زي دي على دول القارة السمراء. خلينا في البداية نقول أن التعاون مع القوى الكبرى هو تعاون متعدد المحاور. بنشوف أن الدول الكبرى اليابان، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي دائما ما تسعى إلى خلق شراكات مع دول العالم، سيما القارة الإفريقية. القارة الإفريقية قارة بكر
لها مستقبل واعد، لها هي متعطشة للاستثمارات ومتعطشة للتعاون. إذا كانوا الأوروبيين بيهتموا بإفريقيا باعتبارهم إن هم مهتمين بتنمية إفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية، إلا أن الصين لها اهتمام بإفريقيا متعلقة بأن يكون لها امتداد وأسواق ليها وشراكات. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل مع إفريقيا. اليابان حاضرة بقوة، اليابان لا يمكن أن تترك هذا الملعب دون أن يكون لها دور. بالتالي فمنذ عام 1993 بدأت اليابان في قمة الاتجاه، هي قمة تعبر عن رغبة الصين في أن يكون لها موضع قدم في إفريقيا، تعاون في إفريقيا. بدأ الأمر بقمة، انتهى الأمر بأن نكون أمام منتدى يعقد كل 3 سنوات ترعاه الحكومة اليابانية، يشارك فيه رجال أعمال يابانيين. الأمر تعدى ذلك بأن اليابان نجحت في أن تجتذب إلى هذا المنتدى منظمات كبرى بيشارك فيه باستمرار مفاوضية الحد الإفريقي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، البنك الدولي، الكثير من الكيانات. بالتالي فهي قمة يابانية إفريقية ولكنها منفتحة لمن يريد أن يشارك من المستثمرين ورجال الأعمال وصناع السياسات في العالم. هذا الأمر اللي طبعا هذه القمة الآن بتنعقد بعد تداعيات كورونا. أنا عايز نفتكر طبعا منذ 3 سنوات شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا عن القارة الإفريقية في 2019 في اليابان في هذه القمة لما كنا مصر كانت رئيسة الحد الإفريقي، ولكن يمكن كان هناك وعود كثيرة وهناك أمل كبيرة لنتائج قمة 2019. أتت تداعيات كورونا وحدت من تنفيذ الكثير من التعهدات لأن حصلت فترة غلق اقتربت من عامين. بالتالي فإننا أمام قمة مهمة جدا، قمة أتصور أن الجديد فيها محدود بقدر ما كيف لنا أن نفعل ما سبق وأن تم طرحه في دور في إطار المستجدات الحالية. طيب، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في رسالته اللي وجهها طبعا عبر الفيديو كونفرنس تعهد بدعم دول القارة الأفريقية بمساعدات تصل ل 30 مليار دولار، في أي إطار ستوضع هذه الأموال؟ هو طبعا احنا متابعين ازاي ان الصين دخلت افريقيا عن طريق مبادرة الحزام والطريق. الدول السبع وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ أسابيع عن مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية، وديا اللي بيتم حشد نحو 600 مليار دولار لضخها في البنية التحتية في العالم، وإفريقيا لها نصيب كبير من هذا الأمر. بالتالي اليابان هي الأخرى بتعلن عن 30 مليار دولار لضخهم في القارة الإفريقية خلال 3 سنوات. هذا الأمر يعني أنا عايز أقول أن الأجندة الإفريقية أجندة واضحة، إفريقيا 2063 أجندة واضحة جدا ومشروعاتها محددة جدا وعرضها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السابقة. بالتالي فنحن أمام قمة بتبحث آليات التطبيق. يعني أنا بشوف أن إفريقيا، وبنلاحظ كمان من الكلمة اللي ألقاها السيد رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المحاور هي محاور إفريقية إفريقية. فرغم أن القمة قمة يابانية إفريقية إلا أن من الواضح من المحاور اللي عرضها رئيس الوزراء أننا نطلب من اليابان أن تساعد إفريقيا لكي تجعلها أكثر استقلالية وأكثر قدرة على النجاح. يعني حق يعني نقدر نقول أن القمة هتفتح باب من يمكن الخدمات لحشد الخدمات أو المبادرات الأفريقية. لما بنشوف المحاور اللي عرضها السيد رئيس الوزراء بنشوف ان اول محور واخطر محور هو محور الغذاء. كيف ان هذه القاره البكر التي تمتلك موارد كبيره جدا من امكانيات الزراعه والطاقه البشريه، هي قاره شابه لا تمتلك غذائها وبتستورد معظم غذائها. بالتالي فلا بد من ان يكون هناك حلين، حل قصير بتوفير سلاسل إمدادات مستقرة بأسعار جيدة للقارة الإفريقية، ثانيا على المدى المتوسط كيف أن يكون هناك استثمارات يتم دعمها من الجانب الياباني لكي تزرع إفريقيا غذائها وتقوم به. هذا الأمر اللي بيحتاج تمويل. إذا انتقلنا من التمويل إلى المحور الثاني اللي ذكره رئيس مجلس الوزراء وهو الديون.
الديون طبعا بتثقل كاهل القارة الإفريقية، مطلوب التخفيف عن عبء الديون عن القارة الإفريقية. وفي محور آخر كان مهم الحديث عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. دي نقطة مهمة جدا كنت لسه عايز أسأل حضرتك عنها. احنا عندنا خطة اسمها يوكوهاما، ده شنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو أبي في 2019 لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. أهمية عرض هذه أو الإنجاز التي حققته والذي حققته مصر في هذا الإطار في هذا المؤتمر. هو طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي آلية مهمة من آليات صناعة التنمية، وكان هناك طبعا علاقة ود جيدة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السابق شينزو أبي، وكان هناك مشروعات متعددة. يعني كمان أذكر إضافة إلى ما ذكرت حضرتك مشروع المدارس اليابانية اللي موجود، بالتالي الجامعة اليابانية. احنا عندنا تاريخ، احنا بنحب اليابان، لان اليابان من الدول اللي ما عندناش معاها ذكريات أليم. احنا لما بنتذكر اليابان بنتذكر الاوبرا، الثقافه، بنتذكر مستشفى ابو الريش للاطفال اللي بتعالج الاطفال، بنتذكر كوبري السلام اللي اليابان كانت شريكه لنا في كوبري السلام اللي بيعبر قناه السويس، بنتذكر مشروعات حاليه خط المترو الانفاق الخط الرابع اللي بيتم بالشراكة مع اليابان، أيضا المتحف المصري الكبير. بالتالي يعني هناك ارتياح ما بين الشعب المصري بيحب الشعب الياباني، وتصور أن الشعب الياباني بيبادله نفس الشيء. احنا لدينا بالفعل علاقات اقتصادية كبيرة وتاريخية. يعني أنا عايز أقول أن فيه أكثر من 66 شركة بتعمل في مصر. المنتج الياباني سواء المستورد او اللي بيتم في تصنيعه في مصر احنا بنحبه يعني كمصريين. دايما الاجهزه الكهربائيه الياباني او السيارات الياباني طبعاً. بالتالي فهناك ارضيه مهمه جدا للعمل المشترك. مصر لديها تعاون مع اليابان، وهناك خطط مستقبليه مستقره. وانا عايز اقول مش اليابان بس، حتى البرنامج الانماء للامم المتحده نحن لدينا الكثير من الخطط. مصر عندما تذهب الى القمه في تونس لا تبدا من فراغ، لديها بالفعل علاقات جيده ما بين اليابان وما بين كل المشاركين في القمه. الامور واضحه جدا، هي القضيه النهارده ازاي نكمل، ازاي ان تداعيات كورونا غيرت من المشهد، كيف لنا ان نطبق ما سبق الاتفاق عليه في ظل ظروف جديده وتحديات جديده وعالم متجدد. هذا الامر اللي هو مطروح حاليا على هذه القمه. طيب يعني لو نلخص اهداف قمه تكاد 8 يا فندم. قمه تكاد طبعا في البدايه لما بنتحدث عن القمه الحاليه لابد ان نقدم كل التهنئه إلى الشعب التونسي وإلى الحكومة التونسية في هذا التنظيم الرائع. تونس كانت محتاجة هذه القمة، محتاجها على المستوى الشعبي وكيف أن تونس في هذه الظروف أصبحت يمكنها أن تنظم هذه القمة الكبيرة. تونس استعدت جيدا لهذه القمة من خلال عرض مجموعة من المشروعات، نحو 88 مشروع تستهدف منهم جذب 2.7 أو 2.8 مليار دولار ليساعدوها في مزيد من الحركة الاقتصادية. لما بننتقل إلى هذه القمة أهم شيء بتشتغل عليه القمة، وده شيء احنا بيهمنا جدا، كيف لنا أن يتم خلق تنمية في إفريقيا بالتعاون مع الجانب الياباني والمؤسسات الدولية تراعي اعتبارات المناخ. وده محور مهم جدا، لأن مصر تذهب إلى هذه القمة وهي محطة من المحطات اللي مصر بتشارك فيها استعدادا لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. هناك مشروعات محددة بتعرضها مصر، مصر بتدعم مشروعات التحول الأخضر وما يرتبط به من مشروعات أيضا متعلقة بالتحول الرقمي، وكيف لإفريقيا أن تنطلق إلى مستقبل أخضر. يعني إفريقيا مظلومة، إفريقيا بتتأثر بالانبعاثات الحرارية دون أن تصنعها، كيف لنا أن نتحدث عن ذلك؟ بالتالي فإن مصر بيهمها هذه الملفات، إلا أن القمة التكاد مع تعدد محاورها كل دولة من الدول المشاركة بتذهب ولديها أولويات. إذا كنت ذكرت أن بالنسبة لتونس لديها ملف محدد بمشروعات محددة،
بالتالي فإن كل دولة بما فيها مصر لديها ما تذهب إليه، لأن هذه القمة فرصة لكي يتم من خلالها لقاءات جانبية كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ملتقى كبير جدا وهام جدا، كل دولة بتأتي ولديها الملف، مشروعات محددة بتدخل في استراتيجية إفريقيا 2063 بتتفق مع الاستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. إذن مهم أن كل دولة لديها ملف مطابق للمعايير الدولية. أما وإنه أصبح مطابق للمعايير الدولية هيلاقي فرصة للتمويل. هذا الأمر في إطار أن الحكومة اليابانية لا تأتي بصفتها حكومة فقط، ولكنها تأتي مصطحبة شركات ورجال أعمال يابانيين. الحكومة اليابانية بتعطي غطاء سياسيا وبتعطي دعما سياسيا وبتشجع الكيانات الاستثمارية في اليابان بأن تذهب إلى هذه القمة، بترسل إليهم رسالة اتفضلوا اذهبوا إلى إفريقيا. نحن نبارك هذا الأمر، علاقات اليابان مع إفريقيا جيدة، بالتالي فهي رسالة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين لدخول السوق الإفريقية. عظيم. دكتور وليد، أعتقد أن احنا في أشد الحاجة دلوقتي إلى زيادة حجم التبادل التجاري ما بيننا كدول أفريقية، وأننا لا ننتظر المساعدات من الخارج بل نعتمد على نفسنا في زيادة حجم التبادل التجاري، وأن الوقت مناسب جدا دلوقتي لتفعيل وتنشيط منطقة التجارة الحرة القارية. بالتأكيد منطقة التجارة الحرة خطوة كبيرة جدا على المستوى التشريعي، ولكن وده المهم، وده اللي عرضه في 2019 السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي بيأكد عليه رئيس الوزراء في كلماته نيابة عن السيد الرئيس، في أن لكي يتم تفعيل هذه الاتفاقية ولكي يتم تفعيل عمليات التبادل التجاري في أفريقيا نحتاج إلى بنية تحتية. نحتاج، لدينا مشروعات القاهرة كيب تاون، طريق البري، ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، خطوط سكة حديد، نحتاج إلى بنية تحتية تربط ما بين الدول الأفريقية، لأن بدون وسائل مواصلات وطرق انتقال جيدة الاتفاقات بتكون صعبة جدا، لأن تكلفة النقل بتكون صعبة. نحن لدينا ظرف تاريخي مهم جدا لتعزيز التبادل التجاري الأفريقي، في أن سلاسل الإمداد العالمية أصبحت مرتفعة التكلفة. يعني لما كنا بنقول ان احنا عشان نوصل لإفريقيا التكلفة كانت غالية، لا، النهاردة اصبحت التكلفة للقادم من اماكن بعيدة في العالم اصبحت مرتفعة مع ارتفاع اسعار البترول واسعار التأمين، اسعار الشحن بصفة عامة اصبحت مرتفعة. فيعتبر عنوان التصدي الى الأزمة الحالية، الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، اتصور انه البحث عن حلول محلية وتعاون اقليمي، لان الحلول المحلية الإفريقية داخل الدول الإفريقية ثم التعاون الإقليمي هو شيء مهم جدا، لأنه بيساعد على تقصير سلاسل الإمداد. كلما تم تقصير سلاسل الإمداد كلما كانت أكثر استدامة. صحيح. ولكن لكي يتم تطبيق ذلك إفريقيا تمتلك كل شيء، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتمويل لنقل التكنولوجيا وللتخفيف عن كاهلها من أعباء الديون حتى تستطيع أن تنفذ استراتيجياتها للتنمية، واللي من أهم محاورها الربط بكل طرق الانتقال والمواصلات ما بين الدول الإفريقية، اللي هيكون ده الضمانة الحقيقية لمزيد من التبادل التجاري. يعني برأيك يا دكتور، احنا بحاجة لمزيد من آليات التعاون سواء على المستوى الأفريقي أو لو احنا بنتكلم على التعاون ما بين القارة السمراء وما بين اليابان، ويمكن كما تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد عن مسألة أنه أزمة كورونا وضحت أنه احنا بحاجة إلى مزيد من هذا التعاون، وتحدث عن التدخلات الخارجية وكمان غياب العدالة الاجتماعية وتأثير هذا على القارة الأفريقية. بالتأكيد القارة الأفريقية بتعاني من غياب العدالة الاجتماعية كقارة وليس داخل القارة فقط، لأن هي زي ما قلت لحضرتك هي بتتحمل مسؤوليات لم تصنعها، بتتحمل مسؤوليات متعلقة بالمناخ لم تصنعها، بتتحمل مسؤولية إن هي سوق كبير بيهم دول كثيرة، أن تظل إفريقيا سوقا لمنتجاتها، ولكن هذا الأمر أصبح في صعوبة شديدة. النهاردة العالم بيحتاج إفريقيا زي ما هي محتاجاه. لما بنتحدث عن تحول أخضر ومشروعات لصناعة الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأخضر أصبحت إفريقيا منطقة أنسب لصناعات الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى
أوروبا. أصبحت أيضا أوروبا في احتياج كبير إلى الطاقة المتجددة، يمكن في إفريقيا أن يكون هناك طاقة شمسية وطاقة رياح، بالتالي إفريقيا يعني بصفة عامة وليست مع اليابان فقط، إفريقيا الجميع يمد يده إلى إفريقيا في هذا الأمر. نحن لدينا التزام في إفريقيا بأن نكون جاهزين لكي أو مؤهلين لضخ هذه الاستثمارات. هناك عقبات، هناك تحديات في هذا الأمر، لأن العالم بعد كورونا غير قبل كورونا. صحيح. ما كنا نتحدث عنه في 2019 كمستهدفات، لا زالت هذه المستهدفات قائمة، ولكن طرق تنفيذها هي التي ستكون محل بحث في هذه القمة، بحيث أن يكون هناك تواصل ما بين جهات تفكير وصناعة فكر عالمية من خلال مؤسسات دولية، رجال أعمال يابانيين وأفارقة موجودين في القمة لديهم رؤى ويأتون إلى هذه القمة باحثين عن فرص استثمارية، رعاية حكومية لتذليل هذه العقوبات، لأن من ضمن أهداف هذه القمة تعميق الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومات، الحكومات الإفريقية، وإحنا في مصر منفتحين انفتاح كبير على أن يكون هناك دور للقطاع الخاص ومشاركة للقطاع الخاص سواء في مشروعات البنية التحتية أو في غيرها من المشروعات. القضية النهاردة والتحدي الحقيقي أمام هذه القمة هو صناعة آليات جديدة تتناسب الواقع مع الواقع الجديد لتحقيق المستهدفات المدرجة بالفعل في الاستراتيجيات لتنفيذ المشروعات المتفق عليها إفريقيا. هذا هو التحدي الذي يواجه هذه القمة. طيب احنا اتكلمنا عن المردود الاقتصادي، هل هيكون ليها مردود سياسي؟ يعني اللقاءات طبعا بيكون هناك فرصة جيدة لحل المشكلات، للتباحث ما بين العلاقات السياسية ما بين الدول، كل تقارب وكل لقاء ما بين القيادات السياسية بتخلق قدر من التقارب، لأن هو الهدف. يعني إذا كنا اتكلمنا عن الاقتصاد يعني بصفة يعني متخصص اقتصاد، لكن مزبوط. هو الأساس أن القمة بتعطي غطاء سياسيا حتى يستطيع رجال الاقتصاد والاستثمار أن يعملوا. مزبوط. فهو ده الإطار العام، أن اليابان تأتي إلى القمة ومن خلال شركتها، بالتالي فإن السياسة هي في البداية، اليابان بتعطي الضوء الأخضر للشركات اليابانية، بتقول لهم علاقتنا مع إفريقيا جيدة، نشارك، اتفضلوا اشتغلوا، وبالتالي فإن الغطاء السياسي هو الضمانة الأساسية للعمل التنموي والعمل الاقتصادي والعمل في مجال الاستثمار. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور وليد جوالة الخبير الاقتصادي، نورتنا، صباح الخير. شكرا جدا. شكرا لك يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ومنتخب مصر لشباب كرة اليد تم تتويجه بلقب بطولة إفريقيا برواندا بعد الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 35-15 في المباراة النهائية. ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت امبارح لقاءات قوية وحماسية بين مجموعة كبيرة من الفرق، أبرزها فريق أرسنال اللي حقق الفوز على فريق فالم بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك محمد النني بشكل أساسي مع أرسنال وظهر بمستوى جيد، وكده بيحافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، ووقف رصيد فالم عند 5 نقط في المركز الـ11. كمان حقق فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح انتصار كاسح على بورنموث بنتيجة 9-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وبكده بيحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقط، وبورنموث في المركز الـ16 برصيد 3 نقط. النجم النرويجي إيرلينغ هالاند قدر يقود فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز قوي على فريق كريستال بالاس بنتيجة 4-2 في لقاء جمع الفرقتين على ملعب الاتحاد. هالاند سجل في المباراة 3 أهداف، أول هاتريك ليه في الدوري الإنجليزي، وبكده أصبح رصيد المان سيتي 10 نقط في المركز الثاني
ووقف رصيد كريستال بالاس عند 4 نقط في المركز الـ13. من ناحية تانية، فريق تشيلسي حقق الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ستامفورد بريدج، وبالنتيجة دي بيرفع فريق تشيلسي رصيده للنقطة 7 في المركز 6 بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد ليستر عند نقطة 1 في المركز الـ19. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا. زراعة 100 مليون شجرة هو حلم جديد بتتبناه الدولة المصرية، وقريب جدا الحلم ده هيتحقق. عشان يكون في شوارعنا رئة جديدة ومتنفس أخضر، نواجه بيئة التغيرات المناخية ونتخلص بيه بقى من جزء كبير جدا من العوادم والتلوث. عن أهمية وآليات تنفيذ هذه المبادرة، مبادرة 100 مليون شجرة، هيكلمنا دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. أهلا. صباح النور. أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. بكل تأكيد هي مبادرة مهمة في ظل التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي. عايزين نعرف من حضرتك الأهمية البيئية لهذه المبادرة. خلينا نقول لحضرتك، هذه المبادرة، مبادرة 100 مليون شجرة، العالم كله بيعاني، التغيرات المناخية ضربت العالم كله. حتى شفنا أخيرا حرائق الغابات المنتشرة، دي رئة تنفسية بدأت الحرائق تخلص عليها. أيضا جفاف الأنهار في أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائي وحالة الأمن الغذائي في العالم كله. وبالتالي الدولة المصرية دايما بتاخد إجراءات استباقية في أمور كثيرة جدا. على سبيل المثال، احنا معروف انه عندنا عدد سيارات كتير في عاصمة مصر في القاهرة، وبالتالي في عوادم، في انبعاثات. وبالتالي كان المبادرة ان احنا نعمل رئة جديدة بحيث ان احنا نحسن من جودة نقاء الهواء على الأقل في عواصم المحافظات اللي فيها كثافة سكانية عالية وكثافة كبيرة. وبالتالي تم إطلاق هذه المبادرة. المبادرة يعني مبادرة لما نبص على أهدافها، سواء كانت أهداف بيئية أو اقتصادية أو صحية، أهداف عظيمة جدا. التكلفة المالية للمبادرة محدودة جدا، أنت مش بتعمل مصنع، ده كل ما هنالك المشاتل بتنتج أشجار، وبالتالي الأشجار دي بتتولى الأجهزة المعنية والأجهزة التنفيذية عملية زراعها من خلال خريطة محددة. وبالتالي التوجه الجديد في هذه المبادرة أن لابد أن تكون هناك زراعة أشجار مثمرة بإحلال محل الأشجار الخشبية في بعض المناطق. كان السيد رئيس البعد البيئي لهذا يا دكتور. البعد البيئي أن احنا عندنا غازات احتباس حراري، عندنا انبعاثات كربون، وبالتالي مين اللي بيمتص غازات الانبعاث؟ الشجر، الأشجار. وبالتالي لما أنا أزود مساحات الخضرة، بالتالي بتمتص غازات الاحتباس الحراري، بتطلع لي أكسجين، وده الهدف بتاع المبادرة اللي هو تنقية الهواء بتاع القاهرة أو عواصم المحافظات. أنا كان سؤالي عن أنه الأشجار المثمرة تؤدي هذا الدور، أو أنه إحنا بحاجة لنوعية معينة من الأشجار في المناطق الصناعية اللي تحتاج لمسألة انخفاض مثلا الانبعاثات الكربونية؟ خلينا أقول لحضرتك، مصر فيها 35 مليون شجرة. هي عبارة عن أشجار خشبية اللي بنشوفها على الطرق، بنشوفها في الريف، بنشوفها في عواصم المحافظات. دي بتستهلك كمية مية كبيرة، وبالتالي أيهما أفضل؟ أنا عندي محدودية في الموارد المائية. هل أنا أتحول من ري الأشجار الخشبية وزراعتها إلى ري أشجار مثمرة؟ وبالتالي كان توجيه السيد الرئيس في افتتاح مشروع توشكا، كان من ضمن التوصيات اللي أطلقها السيد الرئيس أن التحول من زراعة الغابات الخشبية والأشجار الخشبية لزراعة الأشجار المثمرة. لأن هنا زراعة الأشجار المثمرة أنا بستهلك مي، طب بدل ما أنا استهلك مي على غابات خشبية بنشوفها وأشجار أو بعض نباتات الزينة اللي احنا بنشوفها، أيهما أفضل؟ كان في هناك تجربة من 4 سنوات، كنا جربنا كنقابة مهن زراعية مع بعض المجتمع المدني أن احنا نزرع أشجار مثمرة داخل المدارس. وليه داخل المدارس؟ لأن المدرسة فيها مية حلوة، فيها صور، وبالتالي الشجرة اللي أنا هزرعها بضامن لها رعاية وضامن الحفاظ عليها. مزبوط. وبالتالي بدأنا في 27 محافظة في مصر نزرع داخل المدارس، وكنا بنعمل التجربة أن أنا المدرسة عندي فيها 20 فصل أزرع فيها 20 شجرة، ولا أول ولا تاني، تاني أول، ويجي كل فصل يبقى مسؤول عن الشجرة بتاعته، ويجي في حصة الأنشطة المعلم ياخد الولاد أولادنا يشرح لهم شجرة البرتقال دي فايدتها إيه، الزيتون فايدتها إيه، البرتقال اليوستفان دي إلى آخره. ده في إطار رفع الوعي. أنت عشان قضية التغيرات المناخية وقضية البيئة، لابد الأجيال اللي طالعة
ولادنا اللي في المدارس واللي في الجامعات من غير ما يبقى عندنا رفع الوعي بأهمية زراعة الأشجار وأهمية الحفاظ على البيئة. ده جزء مهم جدا. ده مش كده وبس، لو خلينا فاكرين كلنا كمصريين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أحد الحوارات من سنوات قضية الوعي، ودائما ما يتحدث عن قضية الوعي، الوعي لكل شيء، سواء كان لمشروعات قومية، سواء كان لأمن قومي، سواء كان لمحادثات كثيرة جدا. إحنا نقابة المهنة الزراعية ونقابة المعلمين تلقفنا دعوة السيد الرئيس برفع الوعي. إحنا يوم الأربع الماضي كان عندنا تخريج الدفعة 56 من ولادنا الزراعيين والمعلمين وأبنائهم الدارسين في كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكري. وده دورات بتاع استراتيجيات الأمن القومي، صناع القرار إلى بيتحدثوا معهم بمنتهى الشفافية. في نهاية كل دورة من هذه الدورات إحنا كنقابة مهن زراعية والمعلمين بنعمل حملات التشجير في المحافظات. عايز أقول لحضراتكم وأنا كمواطن مصري كل الشكر للدولة المصرية والقادة أكاديمية ناصر والسيد وزير الدفاع، لأن الدورات كانت تعقد داخل أكاديمية ناصر، وبالتالي إحنا في صعوبة نجيب ولادنا من المحافظات، تكلفة مالية، عايزين مبيت، وبالتالي السيد وزير الدفاع صدق أن هذه الدورات تعقد في المحافظات، وبالفعل حاليا بتعقد في المحافظات. النهاردة في دورة في محافظة الفيوم افتتحها النهاردة، ده كله في إطار الوعي. بنديهم جزء أو بيدوهم قادة الأكاديمية جزء متعلق بالمشروعات القومية ومشروعات التشجير ومشروع الدلتا الجديدة ومشروعات الطرق ومشروعات الكهرباء، لأن من غير ما يقبى عندنا رفع الوعي لدى ولادنا ولدى بناتنا بيبقى في عندنا مشكلة، فدي شغالين عليها. عظيم. نرجع تاني للمبادرة. هذه المبادرة 100 مليون شجرة مبادرة مهمة جدا. الحكومة حاطة برنامج تنفيذي، مقترح 7 سنوات لتنفيذ هذه المبادرة اللي هي 100 مليون شجرة، يعني تقريبا بنتكلم كل سنة على 15 مليون. النهاردة النخيل اللي بيزرع، النهاردة البرتقال اللي بيزرع حتى في المزارع هو أشجار مثمرة. النخيل مشروع التشكى العظيم 2.5 مليون نخلة هو تشجير، ما تقدرش لان هو هنا اشجار مثمره، لكن دي بره المبادره. دي بره المبادره، بس انت ما بتقدرش تفصلها عن المبادره. لما تيجي منطقه الساحل الشمالي كلها مزروعه تين وزيتون على المطر، ما فيش حاجه مزروعه تاني في الساحل الشمالي غير التين والزيتون والقمح طبعا في الشتاء وبعض المحاصيل الاخرى. وبالتالي انت لما تتوسع في زراعه التين والزيتون في منطقه الساحل الشمالي مطروح والمناطق المتاخمه ليها، هي ايضا ضمن مبادره المليون 100 مليون شجره مثمره. عزيز. طب انت النهارده بنتكلم على خطه الدوله انها تعمل حدائق مركزيه داخل التجمعات. لو كلنا بنشوف المدن الجديده، اول ما تخش مشروعات اللي بتاعت الدوله، جنه الاسكان الاجتماعي، بتلاقي فيه مسطحات خضراء، بتلاقي فيه حدائق. وبالتالي مطلوب من الدوله وده ضمن خطتها انها تنشا حدائق مركزيه عشان تزود المساحات الخضراء المخصصه لكل مواطن، لان مع الزياده السكانيه اصبحت المساحه الخضراء اصبحت محدوده، وبالتالي هذا المشروع وهذه المبادره هتزود المساحات الخضراء المخصصه لكل مواطن. طيب هنخصص فين؟ ايه الاماكن اللي هيتم تخصيص فيها زراعه ال 100 مليون شجره؟ هل هنكتفي فقط بالمسطحات الخضراء اللي موجوده في المدن الجديده ونزود مساحتها مثلا، ولا هتكون فين بالظبط؟ وزاره التنميه المحليه في البيان بتاع الحكومه واجتماعات الحكومه محدده اعتقد 9900 موقع على مستوى الجمهوريه، يعني قرابه 10000 موقع محددها وزاره التنميه المحليه اللي هيتم فيها المبادره، سواء كانت اشجار مثمره او اشجار خشبيه. من ضمن المبادره ان الاشجار المثمره هيتم زرعتها داخل المدارس اعتمادا على نجاح النظام التطبيقي اللي احنا طبقناه من 5 سنوات. كلها يا فندم؟ داخل المدارس، كل الأشجار المثمرة هتكون مثمرة. مهم كمان حضرتك كنت بتتكلم عن نقطة مهمة جدا، مسألة إشراك الطلبة في ده، وإنه ده يعني عائده في ناحية الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهمية ده داخل المدارس، شيء يعني غاية في الأهمية الحقيقة. وده يعني ده اللي بنشتغل عليه كلنا كإعلام حضراتكم وإحنا حتى كمجتمع مدني كنقابات، لأن إشراك الناس دايما وإشراك ولادنا وإشراك ده هو ده الوعي اللي بيبني المجتمع. ما تشتغلش لوحدك، ما فيش حد دلوقتي ينفع يشتغل لوحده، لابد تشرك كل الناس معاك. امبارح السيد الرئيس في احد اجتماعات بيوجه ان قبل ما نعمل مشروعات نسال الناس، ندير حوار معاهم، احنا هنعمل في الحي الفلاني كذا، طب رايكم ايه،
طب انتوا ايه الاولويه اللي محتاجينها اكتر؟ هي دي المشاركه والوعي. طيب نوعيه الاشجار المثمره اللي ممكن تكون موجوده في شوارعنا، ده سؤال مهم جدا من حضرتك وبشكرك عليه، لان المبادره لابد يكون في كود. كلمه كود يعني في اشجار محدده يكون استهلاكها للميه محدود، لان برضو احنا مش عايزين نزرع اشجار تكون شارهه للميه او بتكون بتاخد كميات ميه كتيره. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك الحكومه بتركز على المبادره، والحكومه مش هتنفذها لوحدها، مع المجتمع المدني، مع القطاع الخاص، وبالتالي هيركزوا داخل المدارس على الاشجار المثمره، البرتقان، اليوسفندي، الزيتون، اللي هي الحاجات المثمره. بره في الحدائق، واتمنى الحدائق المركزيه اللي هيتم، وداخل الانديه وداخل مراكز الشباب ايضا تكون اشجار مثمره، حتى داخل الحدائق المركزيه تكون اشجار مثمره بغض النظر عن الجدوى. لان انت النهارده حتى لما بتيجي تزرعي في مدرسه، من ضمن المشاكل اللي قابلتنا المدرسه فيها كانتين، وبالتالي الجهاز المركزي بيجي يراجع على الشجر اللي موجود وانتاجه راح فين، وبتلاقي فيه تحفظ داخل المدرسه من المعلمين، يقول لك طب انت زرعت لي شجره، هيرجع بعد كده الجهاز المركزي يقول الانتاج بتاعها فين، سويته ايه، عملت بايه. كل الامور الاداريه دي اعتقد انها تتحل عشان نقدر نوصل للهدف بتاعنا. طيب هذه المبادره هل ليها عائد اقتصادي؟ ليها عائد اقتصادي طبعا، وانا زي ما بدات قلت لحضرتك تكلفتها الاقتصاديه محدوده. ليها عائد اقتصادي كبير جدا، بجانب العائد الاهم اللي هو العائد البيئي في ظل التغيرات المناخيه، العائد البيئي. انما النهارده لما تزرع شجره حتى جوه المدرسه، وابني ولا بنتي ولا حفيدي ولا كذا ياخد الثمره دي، مفيش مشكله، احنا المهم ننتج الثمره وفي النهايه يستفيد بها المواطن، بغض النظر عن جدواها الاقتصاديه او عن انا احقق منها فايده اقتصاديه. انما ممكن تحقق فايده اقتصاديه من مساحات كبيره، من اماكن كثيره تقدر. انما داخل المدرسه الهدف منها ليس هدف اقتصادي بقدر ما هي ان انا ارفع الوعي، اقول اهميتها ايه، الثمره دي ليمونه برتقانه ياخدها ابني ياخدها بنتي، كلنا ده هدفنا. طيب احنا تحضرنا ازاي للمبادره دي علشان نقدر ان احنا نشتغل على الخطه الزمنيه الخاصه بالمبادره؟ خلينا اقول لحضرتك ان الدوله المصريه والحكومه لا تطلق مبادرات حاليا الا بعد دراسه متانيه، بعد ما يكون في نموذج تطبيقي تم تنفيذه، وبالتالي بتبدا تتبناه وتتوسع فيه. وبالتالي الحكومه عشان اطلقت هذه المبادره، الحكومه عندها اليات تنفيذها من خلال جدول زمني. يعني من ضمن الحاجات ان وزاره البيئه التزمت السنه دي كوزاره لوحدها اعتقد ب1,300,000 شجره، في وزارات اخرى مشاركه سواء كانت الزراعه، التنميه المحليه، المحافظات، يعني والمجتمع المدني. انا هنا من خلال البرنامج بتاع حضراتكم احنا بنعمل مشروع القومي لتطوير الترع والمسائي، وبالتالي لما بيبدا تطوير الترع بيبقى فيه مسافه ما بين التطوير وما بين الجسر او الطريق اللي حوالين الترع، بيبقى فيه متر متر ونص. ده داخل الريف مهم جدا ان احنا نزرع اشجار التوت. وليه اشجار التوت؟ انا منها حميت المجاري المائيه بتاعتي ما يحصلش تعدي عليها، في نفس الوقت اشجار التوت دي بيقام عليها صناعات الحرير. احنا معروفه كانت صناعات الحرير عندنا قديما، خصوصا في سوهاج في مركز اقميم، وبالتالي ده احياء لهذه الصناعه. في نفس الوقت يقام مشروعات لانتاج الحرير من اشجار التوت، وانا حققت هدفين، عملت حمايه للمجاري المائيه بتاعتي من التعدي، وايضا كان جزء مهم جدا ان اقيم عليها صناعات واوفر فرص عمل للشباب. عظيم. ازاي اضمن بقى الحفاظ على هذه المبادره واستدامه هذه المبادره؟ احنا خلاص خططنا وفي خلال 7 سنوات هنكون زرعنا ال 100 مليون شجر، ازاي نحافظ عليهم؟ دايما التحدي هو الاستدامه في اي مشروع، صحيح. في اي مبادره، في اي عمل، الاستدامه. لو انت ضامن الاستدامه بتاعت اي مشروع تمشي فيه، لو انت عندك شكوك انك مش هيقدر هذا المشروع وهصرف عليه تكلفه ماليه سواء مجتمع مدني او قطاع خاص او حكومه، لابد اضمن عمليه الاستدامه لهذا المشروع. من الوحيد الذي يضمن عمليه الاستدامه للشجر اللي اتزرع سواء في مدرسه او على طريق او في حديقه مركزيه؟ هو الوعي. لما نرفع الوعي ويبقى عندنا وعي باهميه الشجره اللي انا زارعها وفايدتها ايه وبتعمل لي ايه، انا اللي هحافظ عليها كمواطن. انما ده في اطار الوعي، لما يبقى عندنا صحيح اهميه الوعي ده ايه، انا مش هقطع الشجره، مش هقطع الثمره اللي موجوده فيها، هحافظ عليها. كل الشكر ليك يا فندم دكتور سيد خليفه نقيب الزراعين، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. شكرا. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع ليندا، اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم.
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط يحقق حماية المنطقة والاستفادة من مياه السيول وتخزينها. كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور، حيث وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول الطريق. أكدت مصر أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 ينعقد في ظل الظروف الاستثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة. وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، مؤكدا وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الإفريقية. وأوضح مدبولي أن قضية تغير المناخ تعد من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا، مشيرا إلى سعي مصر من خلال رئاستها لمؤتمر كوب 27 لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية وزيادة التمويل الدولي المتاح للدول الإفريقية. دعت مصر جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنا للدماء. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد. وأعربت وزارة الخارجية عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا. أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 23 حالة وفاة و 140 إصابة. وأضافت الوزارة في بيان أن 83 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وكانت وزارة الصحة الليبية قد دعت إلى حماية كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف من خطر الاشتباكات المسلحة، خوفا من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في العاصمة طرابلس. التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة. وصرح المتحدث باسم مجلس النواب أن اللقاء بحث تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وخاصة على مستوى المسار الدستوري وسبل الوصول إلى تحقيق توافق ليبي ينهي المرحلة الراهنة ويحقق الاستقرار. وعدت الحكومة الفرنسية بمواصلة ضبط أسعار الطاقة، وقالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أنه يمكن للفرنسيين أن يطمئنوا مشددة على أن حكومتها ستخفف الزيادات، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد في أسواق الجملة. ومنذ الخريف فرضت الحكومة تجميدا لأسعار الغاز وسقفا لزيادة أسعار الكهرباء يتمثل في 4%. وأكدت بورن أنه بمجرد انتهاء مهلة سقف التعريفات الجمركية في نهاية العام الجاري ستحتفظ فرنسا بأدوات لتخفيف أسعار الطاقة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لدعم الفئات الأكثر هشاشة. أعلن الجيش الصيني أنه يراقب سفن البحرية الأمريكية التي تبحر عبر مضيق تايوان، وسيظل في حالة تأهب قصوى استعدادا للرد على أي استفزازات.
وذكرت البحرية الأمريكية أن طردي صواريخ موجهة عبر مضيق تايوان بما اعتبرته متماشيا مع أحكام القانون الدولي. نهاية موجز التاسع والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نقابة الصيادلة في الأليوبية نظمت معرض المهرجان السادس للإبداع الصيدلي في الأوبرا، والمعرض تضمن أعمال فنية تشكيلية وأشغال يدوية لأكثر من 50 فنان صيدلي. خلينا نشوف هذا الإبداع من خلال التقرير ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. خير عليكم في كل مكان، موجودين معاكم من داخل دار الأوبرا المصرية وبالتحديد معرض المهرجان السادس للإبداع الصيدلي، واللي بتنظم تحت رعاية نقابة الصيادلة بمحافظة الأليوبية، وده عشان نتابع أعمال فنية تشكيلية ومشغولات يدوية لأكثر من 60 فنان صيدلي، وعشان نعرف تفاصيل أكثر تعالوا معانا في الجولة دي. الناس واخد عندهم فكرة ان هم بتوع دواء بس، لا، احنا عندنا صيادلة مبدعين جدا لهم فكر رائع جدا ككتاب، اذا كان ادب او اذا كان شعر، في فنون تشكيلية، في حاجات مصنوعة بالايد، فده فكر بنحاول نرسخه عند الناس ان احنا عندنا هوايات تانية نقدر ننميها، مش بس العلم، علشان نقدر نوصل ان الصيادلة مشاركين في الخدمة المجتمعية في حاجات كتيرة جدا. أنا اتشرفت إن أنا جيت النهاردة وشايف حاجات كويسة قوي، لأنها بتعبر عن جوانب أخرى في الإنسان عموما، يعني مش لازم يبقى الصيدلي ده، ما يبقوش المفروض يبقى عنده برضو جانب إنساني، فلما يطلع في شكل فن سواء رسم أو موسيقى أو مثلا فن تشكيلي أو كذا، أي نوع من أنواع الفنون أو شعر أو أدب، أعتقد إن دي تبقى حاجة مكملة لطبيعته كصيدلي، وبتكمل حتى الجانب الإنساني. بحب الفن وحبيت أجمع الصيادلة في بوتقة واحدة، أسست لجنة وكنت صاحبة فكرتها من 2017، اللجنة تعمدت في النقابة العامة، عملنا كذا فعالية، بعد كده بدأوا يدرجوا اللجنة من جمالها يعني في الاتحاد الصيدلة العرب، وبعدين أدرجوها في شعبة المبدعين العرب جامعة الدول العربية، وبعد كده الحمد لله بنحاول إن احنا نجمع الصيادلة مع بعض ونصدر للمجتمع صورة إن الصيدلي إنسان زي ما هو عنده بيعني بصحة الجسد، هو برضو إنسان مبدع يعني. الإبداع ملوش مهنة ولا سن ولا وقت. أنا كان عندي شوية ميول فنية كده من زمان، بس قرب بقى ما ابتديت يعني أطلع معاش أو كده، ابتديت بقى أفكر إن أنا أعمل لي هواية، يبقى عندي هواية جنب إن أنا كنت بشتغل في مصانع أدوية وكده، ووصلت لمدير مصنع، فحبيت بقى ابتديت أفتكر بقى الموزايك، وكنت بشوفه لما بسافر بره وكده، فعجبني بصراحة، لأنه في عملية كونستراكشن شوية، إن إحنا الحاجة بتبقى مبسطة هاند ميد من الأول للآخر، الواحد بيعمل فيها شغل كتير، بالآخر بتطلع قطعة فنية. أنا كاتبة ومشاركة بروايتي السعادة الناقصة، وليا كتب حالياً مجموعة قصصية. هو شيء جميل جداً إن يكون في مهرجان بيجمع كل الصيادلة، خصوصاً الناس اللي ليهم إبداعات. المعرض هنا في ناس بترسم كويس جدا، في ناس عندنا شعراء، ناس ادباء، فان احنا نتعرف على بعض ده شيء قوي، وده غير كمان ان احنا بدانا نتعرف على بعض، فنقدر ان احنا بعد كده يبقى في مشاركات اقوى. نيجي في اسكندريه عايزين نعمل ده ونكبر دوت على نطاق اوسع، فانا بقيت عارف صيادله بيعرف يرسم، وعارف صيادله بيعملوا شعر كويس، وهكذا. مستشفيات قصر العيني بتستعد لأول مرة أنها تستخدم الروبوتات في العمليات الجراحية في وحدة علاج القصور الكلوي. طبعا دي حاجة مهمة للغاية، بتواكب التطور العالمي وبتسهل إجراء العمليات بالدقة المطلوبة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتور. أستاذ محمد، أستاذ هدير، أهلا بحضرتك. أول حاجة إحنا بدأنا نستخدم الروبوتات، يعني إحنا عشان نستخدم روبوت إحنا جبناه ودخلنا في مرحلة تدريب الأطباء على الجهاز ده. الرو
الروبوت هو هدفه ان احنا يعني نطور التدريب والتعليم الطبي والعلاجي. فايدته للمريض هو الروبوت ده هو اللي بيحركه وبيشغله، هو الجراح بمهاراته، هو بيعمل حاجه اسمها ماجنيفيكيشن وتحكم اكتر، يعني بيرفع من قدرات الجراح في الجرح الجراحي اللي موجود، بحيث ان احنا بيحصل تكبير للجرح الجراحي بنسبه 5 أضعاف، وبينقل الصوره ثلاثيه الابعاد ويعطي اضاءه في اماكن عميقه، فبيسهل عمليات كانت قبل دخول الروبوت صعبه بقت بسيطه زي عمليات الاورام، وهو مشهور جدا في عمليات اورام المسالك. عندكم يا فندم في قصر العيني؟ يعني استخدمتوه قبل كده؟ ما احنا عملنا لغايه دلوقتي 14 عمليه. والحمد لله النتيجه بتاعتهم جيده جدا. ميزه الاجراءات دي ان انت بتخلي فتره التعافي قصيره وفتره بقاء في المريض في المستشفى اقل، واحتياج المريض للدم اثناء الجراحه بيبقى اقل ما يمكن، والمريض بيرجع يمارس حياته بدون الم تقريبا يعني. ودي احد الحاجات المشهوره، الروبوت لا يستبدل الجراح، الروبوت بيدي نتائج افضل كتير ما بعد الجراحه. وده يا دكتور حسام يطمن الناس، لانه ممكن ناس تسمع انه استخدام الروبوت في الجراحات ده يكون شيء مقلق بالنسبه لهم، هم متعودين على يعني التقنيات الطبيعيه بالنسبه لهم المعروفه الموروثه، الدكتور الجراح هو اللي يعني بيقوم بالعمليه من الالف للياء، لكن استخدام الروبوتات ممكن يعني يقابل عند بعض الناس بشيء من القلق. مميزات ده للمريض ايه؟ مميزات ده للمريض زي ما انا قلت لحضرتك من شويه، هو فتره تعافي اقل، احتياجنا للدم اقل اثناء العمليه، بقاء في المستشفى اقل، وبيخرج بعد العمليه بدون الم تقريبا يعني. زي ما حضرتك عارفه ان هو جراحات الاورام جراحات صعبه، اي حد بيبقى عنده ورم وداخل عمليه الجراح نفسه بيقول له مشاكل ومخاطر الجراحه نفسها وهي بتبقى صعبه. وانتوا استخدمتوا الروبوتات في جراحات الاورام؟ جراحات اورام المسالك هي اساسا نتائجها متميزه جدا في التخصص ده، عشان كده احنا موجهينها بشكل كبير جدا في جراحات اورام المسالك البوليه. طيب دكتور حسام، هل انتوا بتقولوا للمريض ان الروبوت هو اللي هيقوم باجراء هذه العمليه تحت اشراف طبيب طبعا؟ لا هو الروبوت مش هيعمل، الجراح اللي بيعمل، الجراح هو يعني اللي بيعمل باستخدام الروبوت. فهو السؤال، المريض نفسه ممكن يخاف شويه زي ما كانت هذه بتقول لحضرتك، فهل بيبقى عارف هو داخل؟ بيبقى لازم يبقى عارف طبعا. هو احنا الروبوت ده هو تطور للمناظير، هو الجراحات التقليديه هي دي اللي احنا معتادين عليها، ثم جه عصر المناظير الجراحيه، ثم بعديها الروبوت الجراحي. هو الجراح بيبقى قاعد على حاجه اسمها داشبورد، قاعده كده بيقعد عليها، هو بيحرك الاجهزه بايده، هو اللي بيستخدمها. الروبوت مش يتحرك لوحده ويعمل جرح فتح جراحي ويبدا يشتغل في العمليه من غير توجيه الجراح، هو الجراح هو اللي بيعمل كل حاجه في الحقيقه، وهو الجراح في الاخر هو اللي بيبقى مسؤول عن العمليه من الالف للياء، وبيتقال له ان انت داخل العمليه بالروبوت الجراحي في الحقيقه. يعني عشان نوسط الموضوع للناس، هي تقنيه متقدمه من المناظير، نوع من انواع التطور في تقنيات العمليات، قبل كده كنا بنعملها بالمناظير، دلوقتي بقينا بنستخدم الروبوتات. بالظبط حقيقي، بالظبط كده. طيب يعني في تجهيزات معينه يا دكتور بتتعمل للعيان ليها علاقه بمساله التغيير ما بين المناظير لاستخدام الروبوتات؟ لا، التحضير قبل الجراحه هو التحضير لاي جراحه عاديه خالص، ما فيش حاجه استثنائيه بتتعمل لجراحات الروبوت، وهو بالعكس احنا بنقول ان الروبوت ده بيسهل على الجراح وبيسهل على المريض وبيديله نتائج افضل. طيب هذه الروبوتات يا دكتور حسام تم اختراعها خصيصا لمثل هذه الامور. بالظبط، وهو المتوقع في يعني احنا دلوقتي المرحله اللي احنا فيها دي في العالم هي حاجه اسمها الثوره الصناعيه الرابعه، اللي فيها التكنولوجيا بتتقدم بشكل سريع جدا. قريب جدا حضرتك هتلاقي ان التقنيات دي بتتطور اكتر، يعني الروبوت الجراحي ده يعني ليه مراحل تطور، اللي المرحله اللي احنا فيها دي هي مرحله جيده وبتقدر تجيب نتائج احسن. احنا متوقعين جدا في المجال الطبي ان الروبوتات الجراحيه تتطور اكتر من كده، والتشخيصيه الاجراءات التشخيصيه كمان هتبقى احسن من كده وافضل من كده يعني. هل ده ابتدى يطبق داخل الجامعات مثلا عشان يتم تدريب الطلبه على استخدامه؟
هو حضرتك الروبوت تقنيه عاليه، هي بيستخدمها مش طلبه، هو دلوقتي اللي بيستخدموه اعضاء هيئه التدريس والاساتذه. هم زي ما احنا بنقول الاندر جراديوت اللي هم طلبه ما قبل شهادات البكالوريوس، ما بيتعلموش اجراءات جراحيه، هم بيتعلموا يعني. طب طلبه امتياز هيشتغلوا بهذه الطرق ولا لسه ما فيش خطه لده؟ لا لا لا، الامتياز لحضرتك ما بيبقاش متخصص. احنا من اول طبيب مقيم في مستشفيات جامعه القاهره بيبدا يتدرب على الجراحات، هو حضرتك لازم يتاهل بالمهارات العاديه قبل ما يستخدم الروبوت. فهو في مرحله طبيب مقيم بيستخدم المهارات الجراحيه، ثم يرتقي بعد كده لاستخدام المناظير، ثم بيرتقي بعد كده لاستخدام الروبوت. احنا في تدريبنا ما كانش فيه روبوت، يعني احنا بس ادخلناه خلال الشهرين اللي فاتوا عشان نبدا نستخدم روبوت، يعني احنا ما كانش عندنا في التدريب في مستشفيات جامعة القاهرة تدريب على جهاز روبوت، دلوقتي بقى عندنا هذه الإمكانات. دكتور حسام، هل الموضوع مكلف؟ طبعا مكلف. هو دي دي زي ما بنقول هي ده عيب الجراحات دي، هي بتكلف، هي تكلفة الجراحة على المستشفيات المالية بيتكلف حوالي من 50 ل 60,000 جنيه. بس احنا بنعملها مجانا، يعني احنا اللي بنتحمل كمستشفيات، يعني المريض بيدخل عندنا بيتعمل له جراحة ويخرج من غير ما يتحمل أي عبء مالي خالص. ده داخل القصر العيني. داخل القصر العيني فقط على فكره على مستوى الجمهوريه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان احنا هنتحول ان شاء الله بعد 6 شهور لمركز لتدريب الجراحين على مستوى المنطقه الشرق الاوسط وافريقيا في القصر العيني، هو ده المستهدف. احنا زي ما بنقول القصر العيني مرتبط في الاذهان بحاجتين مهمين، للمواطن ان هو الملاذ العلاجي ليه، وللاطباء ان هو مركز التدريب. صحيح، ويمكن عشان كده يا دكتور انا كنت بسال، هل هيكون في استراتيجيه ما انه كمان الطلبه تتعلم بهذه الطرق الحديثه، مساله التطوير اللي بيحصل، واحنا زي ما حضرتك كنت بتتكلم يعني امام ثوره صناعيه في كل دول العالم، فانه كمان احنا عندنا الجراحين على وجه التحديد كمان من امهر الجراحين على مستوى العالم، فانه يستخدموا هذه التقنيات قد ما يكون بدري، يعني قد ما يكون ده مسموح، اكيد هيفرق في مهاره الطبيب. احنا بالظبط عشان كده احنا دائما ابدا اول ما بنبدا التدريب على الجراحات بنحاول نبدرها في الاعمار المبكره، لان التعليم بدري بيبقى افضل دايما بكل تاكيد، وبيكتسبوا مهارات افضل وبيتمرنوا عليها فترات اطول. يعني شكرا جزيلا يا فندم دكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي نتابع مع جيرمين ابراهيم استعدادات وزاره التموين ومخازن الشركات العامه علشان يتم صرف الدعم الاستثنائي على بطاقه التموين لمده 6 شهور، وده تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدعم ده هيبدا صرفه في اول سبتمبر اللي جاي. يا جيرمين صباح الخير. صباح الخير يا هدير، وصباح الخير يا شاذلي، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. زي ما قلتوا احنا موجودين في احد مخازن الشركه المصريه لتجاره الجمله التابعه لوزاره التموين عشان نتابع عمليه الاستعدادات لصرف الزياده المقرره على بطاقات التموين لعدد من الاسر الاكثر احتياجا تنفيذا للتوجيهات الرئيسيه وفي اطار برنامج الحمايه الاجتماعيه. وعشان نعرف تفاصيل اكثر معانا الاستاذ علاء فتحي سالم العضو المنتدب للشؤون التجاريه والمناطق بالشركه المصريه. صباح الخير يا استاذ علاء، برحب بيك. في البدايه لو نعرف المشاهدين عن الاستعدادات اللي بتتم الان لصرف الزيادات المقرره على بطاقه التموين لعدد من الاسر. تم توفير جميع السلع الاساسيه والغير اساسيه بكميات وافره. المنظومه التموينيه الشهر ده نضاف عليها 4 سلع اللي هم اساسا الدقيق والتونه والمربى والطحينه. ضافوا على اساس مجموعه السلع التموينيه بقوا 29 سلع بدل 25. جميع السلع تم توفيرها بكميات وفيره تكفي وزياده. بالنسبه للزياده اللي نازله ال 100 جنيه وال 200 جنيه وال 300 جنيه، طبعا احنا بننصح على كل مواطن ان يشوف البطاقه بتاعته نزل عليها مبالغ ولا لا قبل ما يديها للتاجر التمويني، يعني يشوف يطلع على الشاشه المبلغ اللي ليه كام بالظبط. الجديد في الشهر ده هو ان المواطن نفسه ممكن يصرف المنظومه التموينيه بتاعته على 4 دفعات. يعني ياخد كميه اللي هو السلع المحتاجها، وممكن ياخدها على دفعه واحده، يعني مش لازم ياخدها على دفعه واحده، ممكن ياخدها دفعتين ثلاثه اربعه، يتردد على البدال التموين ياخد مطالبه.
السلع كلها متوفرة، طبعا السكر متوفر، الزيت متوفر، الرز متوفر، الدقيق متوفر، جميع السلع على المنظومة التموينية متوفرة. بالنسبة للمخازن بتاعتنا النهاردة أول يوم استعدادا، بالأمس تم الانتهاء من حصة من انتهاء حصة شهر أغسطس بالكامل. النهاردة ابتداء صرف حصة شهر سبتمبر للبدال التمويني، لكن بالنسبة للمستهلك بيبتدي يصرف من أول من يوم 1/9 بيبتدي يصرف الحصة الجديدة بتاعة المنظومة التموينية الخاصة بيه. لو وقفنا عن فكرة الزيادة، احنا بنتكلم على زيادة بتتراوح ما بين 100 ل 300 جنيه. تمام سعادتك، 100 و200 جنيه و300 جنيه على الناس الأكثر احتياجا، وطبعا دي اساسا معموله اساسا بنظام خاص واحصائيه خاصه، ودي لازم يطلع عليها المواطن البطاقه بتاعته اول ما يقدمها للبدائل التموين او الجهه اللي بيصرف منها التموين، يطلع يشوف المبلغ نزل عليه مبلغ زياده ولا لا. طيب لو وقفنا عند النقطه والمعلومه دي، يعني هل المواطن بيدي بطاقه التموين للتاجر اللي هيصرف منه فيقدر يشوف له في زياده او لا، ولا ايه الاجراء اللي بيحصل؟ هو طبيعي المستهلك بيروح للبدال التموين او جهه الصرف او مجمع استهلاكي، بيتقدم بالبطاقه، بيدخل البطاقه، بيظهر المبلغ على الشاشه المستحق ليه، بيبتدي ياخد اختيارات من السلع. طبعا السلع بالنسبه للسكر احنا مدين 2 كيلو للفرد بحد اقصى 8 كيلو للبطاقه. بالنسبه للزيت ازاز الزيت 800 جرام بحد اقصى أربع أزايز. بالنسبة للرز بندي البطاقة لغاية 3 أفراد بنديها كيس، أكتر من 3 أفراد بتاخد كيسين. بالنسبة للمكرونة نفس الحال برضو بياخد 800 جرام كيس لعدد 3 أفراد، إذا زاد عن 3 بياخد كيسين. جميع السلع بعد كده بيكمل بجميع السلع المتاحه اللي فيه بعد، ما في الدقيق، في مربات، في تونه حاليا، في منظفات، في صابون، في بسكوت، الحاجات ده هي في حاجات اساسا يعني معالي الدكتور وزير التموين بيراعي ان المواطن ياخد مستحقه بالكامل. سلع نازله على المنظومه التموينيه بجنيه و2 جنيه و3 جنيه، ودي اساسا ياخد الفكه اذا كان ليه اي بواقي ياخدها من السلع او حسب احتياجه برضه. هل الزيادة دي هتكون للسلع محددة ولا يقدر يستخدمها في أي سلع في إطار طبعا السلع التموينية؟ الزيادة لا، الزيادة في جميع السلع اللي موجودة في المنظومة التموينية، زي ما قلنا بس في تحديدا لبعض السلع السكر 2 كيلو للفرد بحد أقصى البطاقة 8 كيلو. بالنسبة للرز كيلو للبطاقة لغاية 3 أفراد، 4 أفراد ياخد كيسين، هي والمكرونة 800 جرام برضو كيس لغاية 3 أفراد، ما زاد عن ذلك ياخد كيسين. بالنسبة للزيت إزاز الزيت 800 ملي بحد أقصى 4 أزايز للبطاقة. طيب خلينا نصحح برضو مع حضرتك معلومة مغلوطة يمكن انتشرت عند بعض من المواطنين، أنه في بعض اعتقد أنه الزيادة هتكون زيادة نقدية وليست زيادة عينية في شكل السلع، فنقدر نصحح المعلومة دي مع حضرتك؟ لا حضرتك، الزيادة نازلة أساسا على البطاقة على أساس ياخد بيها سلع منظومة تموينية. احنا قلنا برضو المبلغ طبعا كبر شوية، ممكن المواطن ما ياخدش التموين بتاعه دفعة واحدة، المتاح من الشهر ده هو أنه هو ممكن يجزئ التموين بتاعه ياخده أساسا على 4 دفعات طوال الشهر. أنا بشكر حضرتك جدا على كل المعلومات دي وعلى وجودك معانا يعني هدير والشاذلي. ده كان لقائنا مع أستاذ علاء فتحي سالم العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق بالشركة المصرية، عرفنا تفاصيل عن الزيادة اللي هتتم وهتتقدم طبعا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للأسر الأكثر احتياجا وكمان أسر الخاصة بتكافل وكرامة، وده تخفيفا على المواطنين وطبعا في إطار تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا ليكي طبعا يا جرمين ولضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل. دلوقتي ناخد بعض الإجابات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة، وكان سؤالنا بيقول أول مرة رحت فيها مكان أثري كان فين وإيه الحاجة اللي أنت شايف إن هي هتزود السياحة؟ ده سؤال حلقتنا طبعا في انتظار مزيد من تعليقات وإجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقة. محمد سعد ياسين بيقول متحف النوبة في أسوان، وانبهرت جدا بتماثيل الشمع اللي بتمثل الحياه اليوميه لاهالي النوبه، واتمنى انه يتم انشاء متحف شمع على غرار متحف مدام توسو، ويتم صناعه تماثيل لرموز مصريه على مدار التاريخ في كل المجالات. مهم جدا طبعا، اقتراح مهم طبعا. جدا محمد سيد بيقول بانوراما اكتوبر في رحله مدرسيه، ومحمد صلاح اكتر واحد يروج للسياحه في مصر، والله بلدنا جميله.
في فارس بيقول قلعة قايتباي والإعلانات والدعاية في جميع أنحاء العالم هيكون حاجة مفيدة جدا بكل تأكيد. محمد طه كمان بيقول هرم ميدوم ببني سويف. في عبده بيقول الأقصر وكانت أول رحلة وأحلى رحلة طلعتها في حياتي، كنا عيال صغيرين بقى ما كانش فيش الهم ولا مشاكل ولا مسؤولية. طيب كمان في نرمين بتقول صباحكم فل وخير وبهجة، بتقول أول مرة رحت مكان أثري هي الأهرامات، ورحت هناك في 2013 ودي كانت أول مرة أروح فيها الأهرامات وكانت رحلة عائلية وبصراحة انبسطنا قوي، ومن وقتها أنا ما روحتش لكن نفسي أروح الأقصر وأسوان كمان بعد التغيير اللي حصل فيها. وكمان بتقول الحاجة اللي هتزود السياحة هي الإعلانات بلغة كل محافظة وبتصبح على كل الناس. في أمة الله بتقول أول رحلة كانت للأهرامات، أهرامات الجيزة مع أسرتي، وطبعا طلعنا على مدرجات الهرم مع أبي. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني واحنا بنتحدث كده عن الاثار المصريه وذكرياتنا مع زياراتنا للاثار المصريه والاماكن السياحيه، خلينا نتكلم مع حضراتكم عن معابد مصر اللي بتستعيد الوانها وبترجع بعارب الزمن لاكثر من 3000 سنه، وده بيتم من خلال ايادي مرممين مصريين نجحوا خلال الايام الاخيره في الكشف عن الوان عدد من المواقع الاثريه في سوهاج وقنا والاقصر. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من سعدي زكي، استاذ سعدي زكي مدير عام ترميم اثار ومتاحف مصر العليا. صباح الخير على حضرتك، ولو تقول لنا اهم المواقع الاثريه والمعابد اللي شهدت اعمال ترميم خلال الفتره الاخيره. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. والله في الفتره الاخيره دي يعني هناك طفره كبيره جدا في عمليات ترميم في مصر العليا وفي معظم انحاء الجمهوريه. وده بفضل رعايه المسؤولين يعني بدايه من معالي الدكتور طبعا رئيس الوزراء ومعالي الوزير والامين العام دكتور مصطفى وزيري، فكلهم يعني بيتابعوا هذه العمليه وبيسندوا عمليات الترميم في معظم المناطق. كما اعلنت الوزاره عن عده مناطق في صعيد مصر، منها اللي هي مثلا في معبد ابي دوس اللي هي مقصوره راع امون، في معبد سيدي الاول، ودي تم الانتهاء منها كما اعلن الدكتور مصطفى وزيري. وكل الاعمال طبعا بتبقى بيد مصريه خالصه بدون استعانه باي جهه اجنبيه، سواء من مرممين او توفير مواد، لا كله من يعني توفير الهيئه اللي بتوفر لنا كل حاجه، والمرممين هم اللي بيقوموا بهذه الاعمال. طبعا لو دخلنا في عمليات الترميم، طبعا عمليات الترميم بتبقى بايد مصريين مهرة مرممين على خبره عاليه جدا في عمليات الترميم، وبيبداوا في عمليات الترميم بداية من العمليات التوثيق، وده في توثيق المظاهر الثلاث اللي هي موجوده على السطح، سواء بالتوثيق الفوتوغرافي صور فوتوغرافيه او عن طريق الانتوكات او عن طريق الفوتوشوب، يعني كل ده بهذه الاساليب بيتبعوها في عمليات التوثيق، ودي مهمه جدا في عمليات بدايه في بدء عمليه قبل بدء عمليات الترميم، وبعد كده بتبدا عمليات الترميم المختلفه ابتداء من التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والاتساخات الموجودة على السطح، وبعد كده بينتقلوا إلى إزالة لو كان في مونة قديمة، طبعا المونة القديمة مصنوعة من الأسمنت الأسود وده شديد الصلابة، بيبقى يعني بيضر بالأثر، بيبقى له أضرار كثيرة جدا على الأثر. وبعد كده بتبدأ عمليات الترميم الكيميائي، وإذا لإظهار الألوان بتستخدم فيه هي مواد كيميائية تم اختبارها قبل كده و الثبات عليها، وثبت انها لا تؤثر على الالوان سواء بالنسبه للتركيز او بالنسبه للوقت الزمني اللي بتستغرقه الكماده على الاثر، ودي بالنسبه للاعمال الترميم الكيميائي. وبعد كده بتبدا لو هناك
بعض الأجزاء المنفصلة بيتم حقنها أيضا بمواد متعارف عليها في عمليات ملف. هذه المواد بقى أستاذ سعدي، أنا سؤالي عن هذه المواد التي تستخدم في عملية الترميم، إزاي بنحصل عليها مواد تتوافق مع المادة المصنوع منها القطع الأثرية ولا تضر بها وفي نفس الوقت تساعدنا على استعادة شكلها الجمالي مرة تانية؟ بقول زي ما انا قلت لحضرتك، دي بتبقى مواد تم اختبارها قبل ذلك، يعني مواد كيميائيه تم الاختبار وتم يعني اختبارها قبل ذلك وظهر او ثبت انها امنه جدا بالنسبه لوضعها على الالوان لازاله مثلا طبقات السناج. وبالفعل يعني حددنا من خلال التستات التي حصلت او الاختبارات مدى يعني زي ما قلت لحضرتك اللي هو الفتره الزمنيه اللي هي بتستغرقها الكماده على الموضع الذي فيه بعض الاتساخات او الاستئناف. وقبل استاذ سعدي سمعنا يا فندم؟ طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال. على كل بنشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على كل هذه الاضافات والمعلومات ومجهود كبير زي ما سمعنا من الاستاذ سعدي حتى تعود معابدنا مرة أخرى إلى ألوانها الطبيعية اللي كانت عليها. وكل ده المهم إن هو بأيادي مرممين مصريين، اللي راح معبد دندرة عارف كويس قوي الألوان كانت عاملة إزاي، ومع مرور الزمن اتأثرت بشكل كبير جدا، لكن دي صورة معبد دندرة، لكن رجعت مرة تانية إلى حالتها الطبيعية بفضل المرممين الأثريين المصريين. خلينا نروح مع حضراتكم لسانت كاترين. وسانت كاترين واحدة من أغلى وأقدس المزارات السياحية المصرية اللي بتشهد الحقيقة دلوقتي عملية تطوير كبيرة بتحصل في هذا المقصد السياحي العالمي، واللي خلى ده يعني وزارة السياحة والأثار تطلق استراتيجية دولية للترويج لمدينة سانت كاترين وموقع التجلي الأعظم. خلونا نعرف من التفاصيل والاستراتيجية الخاصة بهذا من الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة. أستاذ عمرو القاضي صباح الخير على حضرتك، ولو تطلعنا على آخر التطورات اللي بتحصل هناك في مشروع التجلي الأعظم. صباح الخير أستاذ هدير أستاذ محمد. صباح الخير لمصر كلها. الحقيقة طبعا الموقع ده موقع متفرد، موقع عالمي، هو موقع قائمة التراث العالمي لليونسكو، حدث فيه حدث فريد لم يحدث في التاريخ في مكان واحد فقط، وهو التجلي الأعظم ومناجاة النبي موسى عليه السلام لله سبحانه وتعالى في جبل موسى في جبل التجلي في منطقة سانت كاترين، منطقة عالمية مقصد لكل الأديان السماوية، فيها واحد من أقدم الأديرة المسيحية في التاريخ، وداخل هذا الدير في واحد من أقدم مساجد الإسلامية. الثلاثة أديان السماوية بتتعايش لمئات السنوات في هذا المكان الرائع، وبالتالي كان اهتمام الدولة بهذا المكان وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروع التجلي الأعظم على أرض سانت كاترين. احنا في هيئة تنشيط السياحة في وزارة السياحة والآثار مهمتنا طبعا هي الترويج لهذا الموقع لهذا الحدث التاريخي الهام. فلهذا السبب تعاقدنا مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية الدولية المتخصصة الحقيقة في عقد وتنظيم فعاليات واستراتيجيات ترويجية للمقاصد السياحية، متخصصين فقط في الترويج للمقاصد السياحية. عظيم. فإحنا تعاقدنا مع هذه الشركة، تحالف كندي إنجليزي، وبنعمل حاليا مع هذا التحالف في رقم واحد. نحن بنعمل أبحاث على الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر عشان نفهم إزاي السائح المهتم بهذه النوعية المتخصصة من السياحة كيف يفكر واهتماماته إيه في الأنشطة اللي بيقوم بيها في هذه. ده عظيم جدا أستاذ عمرو. وبما اننا بنتكلم على اننا ناخد اراء الناس اللي عندهم خبره في المجال السياحي، اعتقد ان احنا مهم كمان ان احنا ناخد اراء الناس. يعني احنا سؤال حلقتنا النهارده بيقول ازاي تدي فكره
نقدر من خلالها ان احنا نروج للاماكن السياحيه اللي موجوده عندنا. والرئيس في اجتماعه امبارح كان بيتكلم عن متابعه ما يحتاجه الناس ومعرفه اراء الناس في الخدمه المقدمه وفي اماكن الخدمه المقدمه في المجمعات اللي هتنشا في المدن الجديده. فاعتقد ان احنا محتاجين كمان ناخد اراء الناس، ولو حتى سؤال يطرح على صفحه الوزاره، الصفحه الرسميه للوزاره، باراء الناس ازاي نقدر نروج سياحيا لهذا المكان. طبعا فكره ممتازه واحنا فعلا نعمل كده، لكن هو اساسي الدراسة والبحث اللي الشركة المتعاقد معها هي بتسأل المتخصصين وبتجري أبحاث على السائحين وعلى المواطنين، ما هوش بس على المتخصصين، لكن طبعا ان احنا نطرح هذا التساؤل وهذا الاستفسار. في ناس عندها أفكار حلوة جدا على فكرة. طبعا فكرة ممتازة. طيب يعني أستاذ عمرو، هل احنا أمام برامج مختلفة للتسويق؟ حضرتك قلت انه في شراكه مع شركه كنديه في مساله الترويج للموقع التجلي الاعظم، وبعد طبعا التطوير اللي بيحصل هناك، فاحنا اعتقد ان احنا محتاجين اساليب مختلفه للترويج. طبعا هو حاليا الحقيقه احنا بننتهج اساليب بنخاطب بها العالم بلغه العالم الذي يتحدثه الان عن طريق كافة وسائل الإعلام، ولكن كمان باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبالتكنولوجيا المتقدمة والمتطورة في هذا المجال، وباستخدام كافة الوسائل وكافة الأشكال. يعني على سبيل المثال، وأنا سمعت بعض الآراء من الأستاذة اللي كانوا بيعبروا عن كيفية الترويج من المواطنين، قالوا إن احنا بنستخدم أو يجب استخدام المدونين والمؤثرين هم البلوجرز. صحيح. وده بالفعل احنا بنعمله بقالنا اكثر من سنه ونص، ان احنا بنستضيف اعلاميين وصحفيين ومدونين ومؤثرين في كافه التخصصات من كافه دول العالم الى كافه المقاصد المصريه. ده واحد من احنا بنسميه انواع التواصل بيبل تو بيبل، يعني صحيح. من الناس للناس. ولمستوا يعني نتيجة إيجابية لهذا؟ طبعا، لأنه النهاردة حضرتك وإحنا وكلنا بنستخدم السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية في كل الأغراض، بنتعرف على أصحابنا، بنتعرف على العالم، نشوف أخبار، فبتلاقي فيديوهات خاصة على مثلا منصات زي تيك توك بتبقى من ناس عاديين زينا، مش لازم يكونوا أصحابنا، وبتبقى فيديوهات لطيفة عن تجاربهم الشخصية. ففي السفر أثبتت طبعا التجربة دي إن هي ناجحة جدا، والحقيقة مردودها بالنسبة للترويج السياحي لمصر مردود كبير جدا. احنا بنشكر حضرتك أستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. امبارح السلطات الامريكيه اعلنت عن مصادره قطعه اثريه مصريه قديمه عباره عن غطاء اناء كانوبي بيرجح ان يكون عمره 3000 سنه. القطعه دي كانت في شحنه قادمه من اوروبا وتم مصادرتها تنفيذا للاتفاقيات الدوليه. خلونا نعرف اكتر عن هذه الاتفاقيات وزي ممكن نستعيد هذه القطعه الاثريه وغيرها من القطع الاثريه من الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير اداره الاثار المستردة بوزاره السياحه والاثار. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، على حضرتك وعلى الاستاذ هدير وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف ونتعرف اكتر على القوانين الدوليه والمعاهدات الموقعه مع الولايات المتحده لاستعاده الاثار المصريه. في الحقيقه طبعا احنا مصر من اوائل الدول العربيه والشرق الاوسطيه والافريقيه اللي وقعت اتفاقيه في مجال مكافحه الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه مع الولايات المتحده الامريكيه، وده كان في 2016 وهي لمده 5 سنوات، وتم تجديدها العام الماضي لمده 5 سنوات اخرى. الاتفاقيه دي مهمه جدا لان معروف ان الولايات المتحده الامريكيه اكثر من 50 ولايه وحدود ممتده كبيره جدا ومن اكبر الاسواق لتجاره الاثار المصريه، فكانت مهمه جدا لان هي اسم الاتفاقيه نفسها وضع قيود على استيراد وتصدير المواد الاثريه من والى الولايات المتحده الامريكيه. فده بمقتضى هذه الاتفاقيه تقوم الولايات المتحده الامريكيه ممثله في حرس الحدود والجمارك الامريكيه بمصادره اي قطعه يشك في دخولها الولايات المتحده الامريكيه
بطريقه غير شرعيه او خروجها من مصر بطريقه غير شرعيه وابلاغ السلطات المصريه في ذات الوقت، ويتم اتخاذ الاجراءات عن طريق وزاره الامن الداخلي الامريكيه من التحقيقات وخلافه، وبعد ان ينتهي التحقيقات يتم عوده القطعه الاثريه الى مصر. وده حدث في الفترات الاخيره يمكن تقريبا سنويا احنا بنسترد مجموعه كبيره من القطع الاثريه من الولايات المتحده الامريكيه. صحيح، ويمكن اللي زار متحف الحضاره شاف التابوت اللي تم استرداده من متحف المتروبوليتان الامريكي بعد اثبات تهريبه من مصر. تمام يا فندم، هو متحف الحضارة يحظى بقطعتين من القطع الأثرية النادرة والمهمة جدا، تابوت نجم عنخ واللي تم استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية في 2019 أكتوبر 2019 بعد تحقيقات استمرت أكثر من سنتين مع السلطات الأمريكية، وأثبتت مصر فيها أن التابوت خرج من مصر بطريقة غير شرعية في 2011 وتم استرداده. كمان قطعة أخرى لأقدم هيكل عظمي لأقدم إنسان عاش على أرض مصر يسمى هيكل نزلة خاطر، وده تم تهريبه من مصر وتم عودته في 2015 ومعروض الآن كأول قطعة في متحف الحضارة المصرية. طيب إزاي نتأكد يا فندم أنه خرج بطريقة غير شرعية؟ لأنه احنا عارفين أنه في وقت من الأوقات كان بيخرج بطرق شرعية. في الحقيقة طبعا ده سؤال مهم جدا يا أستاذ محمد، دي الإجراءات اللي احنا بناخدها بقى والتحقيقات اللي بتستمر أحيانا وقت طويل في إثبات أن القطع خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. طبعا القوانين اللي كانت بتسمح بخروج القطع كانت بتسمح بخروج القطع الأثرية المصرية بوجود شهادات تصدير من الحكومة المصرية. عدم وجود شهادات التصدير مع حائز القطع الأثرية دليل على أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. طيب ممكن يعني مسألته انه بعد ما بيتم استرداد القطعة الإجراءات بتمشي ازاي؟ بعد ما بيتم استرداد القطعة الأثرية يتم تسليمها الى السفارة المصرية. هل محتاج بنشوف مثلا حالتها لو محتاجة ترميم؟ يعني الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ طبعا ده سؤال مهم يا استاذ هدير. هو طبعا مجرد احنا عندنا استراتيجيه معينه لما بنسترد القطع الاثريه. اول حاجه يتم عرضها على معمل الترميم لانها يتم تناقلها من يد الى اخرى، فيتم ترميمها ترميم دقيق والاستعانه بها وحفظها، ثم يتم عرضها على لجنه السيناريوهات الخاصه بالمتاحف المصريه لاختيار المكان التي تعرض فيه. احنا ما بنركعش قطع اثريه عشان توضع في المخازن، ولكن كلها معروضه دلوقتي في المتاحف، في متحف مصر بالتحرير ومتحف الحضاره والمتحف شرم الشيخ ومتحف الغردقه ومتحف الاقصر، كلها اثار مستردة موجوده في هذه المتاحف. كل الشكر ليك يا فندم دكتور شعبان عبد الجواد مدير اداره الاثار المستردة بوزاره السياحه والاثار، شكرا جزيلا ليك. كده خلصت حلقتنا النهارده مع حضراتكم، كنا معاكم على مدار الثلاث ساعات انا وشاذلي وليندا، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر دايما في نفس الميعاد. ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.